النهارده ان شاء الله باذن الله هنشرح اخر حاجه عندنا في الترم الاولاني اللي هي بنسميها الكونتور لاين، او بالاصح المفروض ان هي يبقى اسمها الجريدنج اللي هي اعمال التسويق. زي ما انتم عارفين احنا بنقول في اول الترم خالص خدنا الترع، بعد كده ركبنا على الترع في كام محاضره اللي فاتوا الوولز او الاستراكشرز، اللي خدنا مطار، خدنا منشا اللي هو اسمه المطار، والنهارده ان شاء الله هناخد حاجه جديده خالص. يعني لو انتم فاكرين ان المطار كان جزء كبير منه معتمد على الاوبن شانل او معتمد على الترع الاعمال الترابيه اللي خدناها في الاول، النهارده هنبتدي جزء جديد خالص ملوش اي علاقه بالاجزاء اللي احنا خدناها قبل كده اللي بنسميها الكونتور لاين او اعمال التسويه. فكره اعمال التسويه لو انا عايز اعمل اي مستوى صناعي، يعني مثلا عايز اعمل عماره، فعشان اعمل العماره هيبقى عندي منطقه كبيره وانا في الاخر هروح اشتري حته ارض خاصه بيا وليكن ابعادها كذا في كذا 20 في 20 30 في 30 اي حاجه. عشان نبتدي نحفر او عشان نبتدي نعمل العماره دي، اول حاجه المفروض المهندس اللي هيعمل لك العماره دي يقول لك احفر لي العماره، اعمل لي منسوب الاساسات على قد كده. فاول حاجه يقول لك انا عايز دي تتحفر على منسوب معين. دورنا النهارده ان احنا نشوف دي لما نحفرها على منسوب معين يبقى ايه علاقتها بالاراضي المحيطه. يعني السايد سلوكس المفروض اللي هيربطها ويربطها يربط ما بين المستوى الصناعي ده اللي انا هعمل له تسويه على منسوب معين بره مع الارض الطبيعيه يبقى شكله عامل ازاي. نفس الكلام مثلا لو انت بتعمل طريق، جيت في حته ارض كبيره زي دي عايز تعمل طريق من اول السبوره لغايه اخر السبوره. الطريق ده هتعمله بعرض معين بمناسيب معينه. معايا؟ بعد ما اصمم الطريق اللي يهمني دلوقتي ان انا اعرف ايه علاقته بالسراوندنج؟ ايه علاقته بالحاجات المحيطه؟ يعني الطريق ده في الاخر هل هيبقى اعلى من الارض المتر؟ لو هو اعلى من الارض المتر هيبقى في سايد سلوك بتاعته ما بينه وبين الارض الطبيعيه قد ايه؟ هو ده اللي احنا عايزين نعمله. عايزين نعمل جنينه. نعمل جنينه، فعشان تعمل جنينه هقول لك منسوب التسويه بتاعت الجنينه ايه؟ فخلاص سويت الجنينه بتاعتك على منسوب معين. طب ايه علاقتها بالاراضي المحيطه؟ فهو ده اللي احنا هنتكلم عليه النهارده، او هي دي مساله الكونتور لاين. وبكده ان شاء الله باذن الله خلصنا الكونتور لاين، خلصنا الترم بتاعنا، وزي ما انتم عارفين ان الامتحان بتاعنا هيجي سؤالين، الامتحان الفاينل ان شاء الله هيجي سؤالين. السؤال الاولاني هيبقى مقدارات، هيبقى حاجه شبه الكلاس ورك اللي انتوا رسمتوه المره اللي فاتت. هيجي لكم بلان هاف ايرث ريموف، وهيبقى مطلوب منكم مسقطين، ممكن يبقى اليفيشن وواحد من الاب او الداون. كويس؟ ده بيبقى عليه حوالي من 60 ل 65% من درجه امتحان الفاينل. انتوا عارفين ان احنا الماده بتاعتنا الترم ده من 100 درجه 40 درجه على اعمال السنه 60 درجه على امتحان الفاينل. 60% او 65% من 60 درجه دول هيبقى على مساله الهدرات، والباقي اللي هو حوالي 40 او 35% هيبقى على مساله الكونتور لاين. المفروض ان كلكم تخشوا تقفلوا مساله الكونتور لاين. يعني المفروض شويه الكلام بتاع النهارده ان انتوا تتمرنوا عليهم، لازم تخشوا الامتحان باذن الله تقفلوا مساله الكونتور. انا مش بقول لكم الكلام ده قبل ما اشرح عشان احفزكم وكذا، لا. زي ما هتشوفوا دلوقتي الموضوع ان شاء الله لو اتفهم هتلاقيه هو عباره عن خطوات هتمشي بيها في حل المساله وما فيهوش اي حاجه. يعني مش هقول لك اتخيل وحيطه رجع مع تراب ومش عارف ايه، لا الموضوع بسيط جدا وسهل ان شاء الله. وعليه حوالي زي ما بقول لكم على الاقل قوي 35% من درجه الامتحان الفاينل، فانت المفروض تدخل الامتحان ان شاء الله تقفل المساله دي. قبل ما ادخل في الكونتور لاين انا بس في حاجتين عايز اعلق عليهم في الميد تيرم. في الميد تيرم انا شفت ناس كتير، يعني كنت ماسك لجنه معظم الناس اللي انا كنت في اللجنه بتاعتهم كان عندهم مشكلتين. اول مشكله اللي انا نبهت عليها اول سنه خالص ان هو بعد ما رسم الفيو قال لي والنبي اصل مش عارف مستوى ايه ما ظهرش عندي، عايز امد مش عارف ايه، عايز الزق ورقه ولا مش عارف اكمل ولا امسح وارسم تاني. لازم قبل ما ترسم تشغل دماغك. يعني مثلا في ناس كتير قوي كانت في الميت دور لو دي اللوحه بتاعتها معرفش ليه قفشه معاهم ان هم يرسموا سايد فيو، ياخدوا سيرفر واحد كده ويبداوا يرسموا كده. ده مش قران يا جماعه، وانا قلت لكم الكلام ده، قلت لكم في الاخر اللوحه بتاعتك ارسم المسقط في اي مكان يعجبك، بس اكتب لي تحتيه ان ده المسقط الفلاني الفلاني. يعني ما كانش هيحصل اي حاجه في الميد تيرم لو كانت الناس بدل ما ترسم المسقط في العرض الصغير
كانت تلف الماسكه بتاعها وتيجي ترسمه كده بيبقى عندها سبيس. وفي الاخر تكتب لي ده سيكشن كذا كذا وده ابستريم سايد فيو. معايا؟ وبرده مش حاجه كويسه ان انت قبل ما ترسم اول ما تعرف فكره المساله تروح رايح راسم زي الباشا. لا، لازم تبص ثانيه كده تشوف الماسكه اللي انت هترسمه هياخد مساحه قد ايه. يعني لو انا بتكلم على اليفيشن او بتكلم على سايد فيو سواء ابستريم او داون ستريم، خلاص انا عارف ان ارتفاع الماسكه او تمسك اللوحه لا اعلى مسوك اللوحه. يعني انت لو بصيت ثانيه على ورق الاسئله هتشوف اوطى منسوب بكام واعلى منسوب بكام. بقيت عرفت الفيرتيكال ديستانس او الارتفاع بتاع المسطح بتاعك قد ايه، عرفت تسيب له مسافه قد ايه. فعشان ما يحصلش، ومش مهم يعني دايما انا بحب نتعلم من اخطائنا، يعني مش مهم ان الواحد يغلط بس مهم ان هو يتعلم من اخطائه. فخلاص اللي حصل حصل في الميد تيرم والدنيا خلاص عدت والحمد لله على خير. فالمهم في الفاينل او السنه الجايه او اللي بعدها او كذا او كذا، في درجه ان انت تعرف تعمل مانجمنت للوحه بتاعتك. يعني في جزء من الدرجه ان انت تعرف توزع المساقط في اللوحه بتاعتك، ما يحصلش زي اللي حصل في الميد تيرم. معايا؟ يعني مبدئيا اكيد اي حد بيصلح هتجيله لوحه ملزوق فيها ورقه، لو حتى مش هينقص درجه هو خلاص اتقفل من البني ادم ده. معايا؟ عشان كده قبل ما ترسمه فكروا دقيقه او دقيقتين كده بتوزيع المساقط في اللوحه. دي كانت اول ملاحظه ليا في الميد تيرم. تاني ملاحظه دي كانت بقى بتجيب لي جلطه، يعني كل شويه لو حد كان بيسالني السؤال ده كنت خلاص ممكن يجي لي ذبحه واموت في الامتحان. قصه السكيل. السكيل ده مأساة. في ناس عشان ما تغلبش نفسها بتستعبط وما تقراش اصلا السؤال اللي مطلوب السكيل ترسم بيه قد ايه، وبترسم هي بواحد ب 107. يعني في ناس عشان ما عارفه ان هي مش هتعرف ترسم السكيل فما بتغلبش نفسها ومن بابه كده ما بتقراش السؤال كويس وتبتدي ترسم على طول بسكيل واحد ب 100. فاعرف ان كل خط في اللوحه بيبقى عليه درجه. فانت لو عملت كده شور انت دخلت كده من الاول عايز تنقص نفسك شويه درجات. عشان خاطر دايما اقرا راس السؤال، اعرف السكيل اللي المفروض ترسم بيه كام، اعرف المساقط اللي انت المفروض ترسمها ايه كويس، وابتدي اشتغل. قلت لكم خلال الترم الاولاني كله هم تقريبا 3 مقاييس رسم اللي بشتغل بيهم، 1 ل 100، 1 ل 200، 1 ل 50. قلت اللي عنده اي مشكله في السكيل في ثانيه يعملها كده على جنب في اللوحه عشان يحلها طول الامتحان. لو انا برسم السكيل طلب مني السكيل 1 ل 200، قول لنفسك دايما ان ده الرقم اللي انت هترسمه في اللوحه وده الرقم المناظر ليه في الطبيعه، والطبيعه عندي هي ورقه اسئله. يعني دايما ده اللوحه وده ورقه اسئله. انت بترسم في اللوحه بتاعتك بالسنتي، فيبقى معنى كده ان الواحد سنتي اللي انت هترسمه في اللوحه هيناظر 200 سنتي من ورقه اسئله. مش انا بديك الابعاد في ورقه اسئله بالمتر، اقسم دي كده على 100 عشان تحول سنتي لمتر، يبقى سكيل 1 ل 200 معناه ان الواحد سنتي اللي انا هرسمه في اللوحه هيناظر 2 متر من ورقه اسئله، وبروزها وحطها وخلاص اشتغل بيها على طول. يعني لو كان مطلوب منك في الامتحان ترسم سكيل 1 ل 200 في ثانيه، اعمل الحسبايه دي واكتبها لنفسك كده على ورقه اسئله ان كل 1 سنتي هترسمه هيمثل 2 متر من ورقه اسئله. يعني لو عندي بعد في ورقه الاسئله 10 متر اروح ارسمه في اللوحه كام؟ 5 سم. لو هو 1 ل 100 خلاص بقى نفس الحكايه، ال 1 سم 100 سم، يبقى ال 1 سم هيناظر قد ايه؟ 1 متر. لو 1 ل 50 يبقى ال 1 سم 50 سم، يبقى ال 1 سم اللي انا برسمه هيناظر قد ايه؟ نص متر. يعني لو عندي بعد اسمه 10 متر في اللوحه انا اسف ورقه اسئله اروح ارسمه في اللوحه قد ايه؟ 20 سم. الكلام ده انا برسم سكيل 1 ل 50. الحاجه الثانيه بقى القلعه كانت بتعذب الناس هو اني جزء في اللوحه مطبق عليه السكيل. يعني لما اجي استعمل السكيل ده اطبقه على ايه؟ كل خط يترسم في اللوحه ايا كان في بلان في اليفيشن في سايد فيو ايا كان بتاخد هوريزونتال ايا كان بتاخد فرق مناسيب، اي خط في اللوحه بيترسم تو سكيل. يعني لو انا برسم سكيل 1 ل 200 وبرسم اليفيشن وبقول لنفسي مثلا الخط ده على منسوب 20، منسوب 21 هيبقى فين؟ ما هو في الحقيقه او في الطبيعه هيبقى فوقيه بمتر، لكن السكيل 1 ل 200 هيبقى فوقيه بقد ايه؟ بنص سم. معايا؟ يبقى اي خط يترسم في اللوحه لازم يترسم تو سكيل. بنعمل اكسبشن لحاجه واحده بس اللي هي ايه؟ السلوب. يعني لو جيت مثلا في سايد فيو جيت من عند النقطه دي عايز نرسم خط ميله 2 الى 1، بنعمل ايه؟
من غير ما بنفكر في السكيل بنمشي اثنين ونطلع واحد نفس السلوب بتاعنا. اشمعنى ده ما طبقناش عليه السكيل؟ لا هو الصح ان انت تطبق عليه السكيل، بس في الاخر ده نسبه 2 إلى 1 هي بالظبط. لو انا شغال بسكيل 1 لـ 2 هي نفس النسبه. لو انا رسمتها نص انا اسف 1 إلى 1/2 معايا؟ هو 1 لـ 2 لما تطبقه على 2 هتحسبها 1، 1 لـ 2 لما تطبقها على 1 هتحسبها نص، ف2 لـ 1 هي نص الى 1، في الاخر انت بترسم نسبه. فعشان كده احنا ما بنطبقش السكيل على الاسلوب، يعني هو المفروض يتطبق، ليه ما بنطبقوش؟ عشان هو نسبه والاثنين هيبقوا مع بعض. الناس معايا؟ ملاحظه بقى كانت صغيره، يعني هما دول الملاحظتين الميجر اللي كانوا عندي في الميد تيرم. قصه ان الناس عماله ترسم وخلاص، معظم الناس جم بعد نص ساعه كده عيطوا ان اللوحه مش مكفيه او مش عارف هعمل ايه ولا ايه. والحاجه الثانيه السكيل، قصه الفيرتيكال دي بقول لك كانت بتقتلني. الحاجه الثالثه ودي كانت صراحه نسبه اقل، ان في ناس كانت داخله الامتحان عارفه وقاريه شويه بس عمرها ما رسمت بايديها. يعني كانت اول مره ترسم لوحه كانت بترسمها في الامتحان. معايا؟ فالكلام ده لو كان الميد تيرم زي ما انتم شفتوا سهل ما اعتقدش فاينل هيجي بسهوله، برضه انا مش بعقدكم بس انا بحطكم على ارض الواقع. معايا؟ فمذاكره الرسم ما هي الا ان انت ترسم لوح في البيت. يعني انت لازم قبل الامتحان الفاينل تعمل لنفسك بروفة امتحان في البيت، ملهاش حل. الادوات بالمسطره بنص فرخ وتسطره وكذا، تدفع نفسك الاوضه وتحط جنبك ساعه تمام؟ مش كل شويه يدخل لك ساندوتش والكلام ده، لا خلاص انت قافل الباب وحاطط جنبك ساعه وتشوف انت بتحل في قد ايه. انت عندك في الامتحان في الاخر 3 ساعات. انا بقول المفروض الكويس في الرسم الكويس يرسم المسطره في 3 ساعه. انا مش بقول البيرفكت، مش بقول السوبر ستار، بقول الكويس المفروض يرسم في 3 ساعه. احنا اولموست بنديك وقت المسقط في الامتحان حوالي ساعه الا ثلث. شايف الفرق قد ايه؟ فلو بقرا المفروض ترسم. فبرضو يعني ممكن يبقى ده دلع مننا شويه، بس انا زي ما بقول لك في الاخر عشان تحس ان انت كويس في الرسم المفروض النورمال ترسم اليفيشن، ترسم اب ستريت داون ستريت، المفروض ياخد منك 3 ساعه لغايه ما يوصل نص ساعه ساعه الا ثلث، ما تتخرجش لان ده الوقت بيتحط في الامتحان. اكتر من كده يبقى عندك مشكله. لازم قبل ما تروح الامتحان ترسم مره واثنين وثلاثه. وانا قلت كده، قلت طريقه مذاكره الرسم ان انت تفتح الكتاب وتقعد تذاكر على ورق اي 4 بسكتشات لغايه ما تفهم كل الافكار. يعني كانك بتذاكر الافكار بسكتشات بتعملها بنفسك على ورق اي 4. خلاص وانس ان انت بصيت على كل الشتات والدنيا بقت لطيفه معاك، اختار لك مسألتين ثلاثة كده واعملهم على لوحة نصفك. الناس معايا؟ ويا رب ينفع الكلام ده يعني. زي ما قلت لكم اللي احنا بنتكلم عليه النهارده، هنقعد نتكلم عليه بقى خلاص لغاية آخر السنة. الجريدنج أو الكونتور لاين. إيه الجريدنج أو الكونتور لاين؟ زي ما بقول لك تخيل معايا، تخيل معايا ان حته السبوره دي مثلا مدينه جديده. يعني مثلا السبوره دي بتمثل مدينه 6 اكتوبر مثلا. انت ربنا كرمك ورحت اشتريت حته ارض وليكن الابعاد بتاعتها 20 متر، طبعا هتشتري ارض فاكيد هتشتريها بابعاد محدده، مش هتبقى انفينيت من اي دايمنشن. يعني في الاخر هتبقى باوندري محدده، هي دي الارض اللي انت اشتريتها مثلا 20 متر في 20 متر. عايز تعمل الارض دي اي حاجه، عايز تعملها جامع، عايز تعملها باركنج، عايز تعملها اي حاجه. فاديتها لواحد مهندس زي حضرتك كده، قلت له والله انا عايز اعمل الارض دي باركنج. قعد درس الامور حواليه وقعد درس المداخل والمخارج وكذا وكذا. في الاخر مثلا بيقول لك انا عشان الارض دي ينفع تكون باركنج انا عايز المنسوب بتاعها مثلا بلس 20. بلاش بلس دي، خليها 20 على طول. انا عايز الارض دي عشان ينفع اشغلها لك باركنج انا عايزها تبقى مستويه على منسوب 20. معايا؟ السؤال بتاعنا هنا بقى ايه علاقه الارض دي بالارض الكبيره قوي اللي هي بتمثل مدينه 6 اكتوبر؟ عشان تعرف تجيب العلاقه بين الاثنين اول حاجه لازم تسالني عليها هو منسوب الارض اللي بره ده كام؟ الناس معايا؟ فهنفترض دلوقتي حاجه تخيليه عمرها ما هتحصل، ان سبحان الله المنطقه دي كلها كانت فلات وليكن على منسوب 18.
في حد اصلا مقتنع بالكلام ده؟ في حد مقتنع ان هو هيروح مدينه او هيروح ارض طبيعيه لسه ربنا خالقها، لسه ما فيش بني ادم دخل لا سوى ولا حفر ولا ندب، هيلاقيها كلها هورزونت على نفس المنسوب؟ طبعا استحاله. بس انا دلوقتي نتخيل ان سبحان الله الارض دي كانت حظنا عامله كده، وكانت الارض دي كلها على منسوب 18. بقى اللي مطلوب مني دلوقتي ان حته الارض اللي انا اشتريتها دي اعمل لها تسويه على منسوب 20. والسؤال ليك كمل البلان ده. فعشان تعرف تكمل البلان هاجي هنا اقول لك خلي بالك ان الكات سلوب واحد لواحد مثلا، والفيل سلوب 2:1. يبقى اول حاجه عايزها تحطوها في دماغكم ان مساله الكونتور لاين عكس كل المسائل اللي قبل كده. احنا كل الاسئله اللي قبل كده انا بديك السؤال عباره عن بلان وبطلب منك سيكشنز. حتى كنت بقول لك في الميد تيرم او الفاينل استحاله اطلب منك بلان، يعني سواء كنا بنتكلم في ترع او منشات انا بديك بلان وبطلب منك مسطتين. مساله الكونتور لاين انا هديك بلان وهيبقى المطلوب منك ان انت تكمل مساله الكونتور لاين اللي انا هديه لك كسؤال، هديك بلان واللي هيبقى مطلوب منك ان انت تكمل البلان. فده مثلا سؤال بالمنظر ده. انا بقول لك ان الارض الطبيعيه اللي برامج كلها على منسوب 18، الارض اللي اشتريناها عايزين نسويها على منسوب 20، بس حط في دماغك ان الكات سلوب 1:1 والفيل سلوب 2:1. يعني ايه الكلام ده اصلا؟ سؤال، هو لما انا قلت اكمل البلان ايه اللي جه في دماغكم؟ يعني ايه اللي ناقص في البلان ده عشان المفروض نكمله؟ اول حاجه كلكم فاهمين ان احنا كنا بنتكلم في تراب، ما دي اعمال ترابيه برضه، دي ارض طبيعيه ربنا خالقها ودي ارض انا اشتريتها عايز اعمل لها تسويه على منسوب معين، فاحنا كده بنتكلم على اعمال ترابيه. والقاعده اللي بتحركنا من اول السنه ان انت في التراب عشان تتحرك من منسوب لمنسوب لازم تتحرك عن طريق مصنع ميت، صح؟ فاعتقد كل اللي في دماغكم دلوقتي ان انا من هنا لهنا لازم يبقى في ميل، 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 صح؟ طب الميل ده قيمته بكام؟ انا بقول لك على حسب انت بتحفر ولا بتردم. لو هتحفر هتشتغل بميل واحد لواحد، لكن لو هتردم هتشتغل بميل كل واحد. هحفر ايه وهردم ايه؟ هو ايه الاساس اللي موجود عندي؟ مش الاساس اللي موجود عندي الارض الطبيعيه دي واللي انا عايز اعمله منسوب 20. انا موجود عندي منسوب 18 وعايز اوصل لمنسوب 20، انا هحفر ولا هردم؟ يبقى اكيد هردم، يبقى اكيد هشتغل بالميل بتاع ايه؟ المساله دي طول الوقت هشتغل بالميل بتاع الفيل اللي هو كام؟ 2:1. معايا؟ وانتوا اشطر مني شويه وعارفين ان طالما ده تراب يبقى اكيد انا من هنا لهنا عندي ميل، وانت خلاص قلت لي ان قيمه الميل ده 2:1. من هنا لهنا عندي ميل، من هنا لهنا عندي ميل، من هنا لهنا عندي ميل، لان دايما ده الاعلى والاقوى هو الارض الطبيعيه. صح؟ طب هجيب عرض المستوى المائل ده ازاي؟ احنا بنتكلم في البلان، احنا بنتكلم في مسقط افقي. طالما بنتكلم في مسقط افقي عرض المستوى المائل فرق 50%. يعني ده 20 ناقص 18 2 متر. في 2:1 بكام؟ 4 ايه؟ 4 متر، ده البعد اللي في الحقيقه. البعد اللي في الحقيقه 4 متر، هي الحسبه اللي احنا حسبناها 20 ناقص 18 في 2 اللي هو الميل اديتني 4 متر. قبل ما اروح اوقعها على بلان اشوف السكيل بتاعي كام؟ لو برسم سكيل 1 ل 100 يبقى 4 متر دي هقسمها كام؟ 4 سم. لو برسم سكيل 1 ل 200 يبقى هقسمها 2 سم وهكذا. معايا؟ فايا كان السكيل مشيت ال 4 متر دي وقلت بالنسبه للايدج دي بالنسبه للباوندري بتاعت الارض دي هيبقى في عندي سايد سلوب دايركشن ده قيمته قد ايه؟ خدت بالكم؟ ده برضه كان سؤال بيقتلني في الميد تيرم، لما باجي اكتب البعد بكتب البعد الحقيقي، يعني ايا كان انت راسم ده 2 سم ولا راسم 4 سم على حسب السكيل بتاعك، لكن لما تيجي تكتب الدايمنشن هتكتب البعد الحقيقي اللي هو ال 4 متر، ايا كان انا راسمه كام؟ معايا؟ نفس الكلام هيبقى في 4 متر من الناحيه دي، نفس الكلام هيبقى في 4 متر من الناحيه دي، نفس الكلام في 4 متر من الناحيه دي. في حد معترض؟ في حد لغايه دلوقتي؟ اه هو ال 4 متر ما تبقاش دي من مساحه الارض الاصليه. هو انا كده خدت مساحه في مساحه. هو الراجل ده بيتكلم كويس. يعني الراجل ده بيسال سؤال كويس وسؤال محترم. بيقول ودي انا كنت لسه هقولها بعد شويه. هو بيقول لي انت في الاخر اشتريت الارض بتاعتك دي. اولع في الارض زي ما انت عايز، عايز تبنيها تلمها تعملها باركنج تعملها مش عارف ايه براحتك، بس ما تخرجش بره حدود الارض وده الصح. معايا؟ ففي حاله زيه لو انا خلاص يعني لو هو بقى الراجل ده رخم عليا كده وخلاص
اجرني ان انا مش عايز اطلع بره حدود الارض. طب ساعتها بقى ايه الحل؟ كيف اخد الاربعه بقى اللي جوه؟ اخد الاربعه اللي جوه عامل ايه؟ قولي ما سمعتش والله. المهندسين طيبين، ناس نيتها صافيه، تقول لي امشي كده 4 متر وخد المساحه من جوه، يعني انت واحد شاري ارض دافع فيها دم قلبه طلعان عين اهله، وبيقول لك خد اعملها انت اول حاجه كده كله هتتفرج. بس بدل ما دي تبقى 20 هاخد 4 و4 يبقى لك 12 متر 12 متر 12 متر هبني لك ساعه صغيره. فاكيد يعني مش هشتغل من هنا لغايه ابيض. ايه ده؟ يعني الفكره كويس بس هو مش صح اللي انت بتقوله. يعني هي الفكره ان انا هعمل سند هسند ما بينها وما بين الجار. يعني هاجي هنا ما احنا اتفقنا دايما في التراب عشان نتحرك من مستوى لمستوى لازم نتحرك 40 متر. الحاجه الوحيده اللي ينفع تبقى فيرتيكال الخرسانه. فكان هيبقى الحل ساعتها ان انا اعمل ريتيننج وول هنا، حائط ساند هنا، وحائط ساند هنا، وحائط ساند هنا، وحائط ساند هنا، وفي الاخر ارمي دي كلها على منسوب 20. حاجه شبه بس بقول لك المصطلح اللي انت قلته هو مصور. تمام؟ يعني هي حوائط ساند. وده هتلاقوه كتير قوي لو حد شاف حته ارض بتتبني وسط تجمع سكني قائم في المهندسين في المانيا مش عارف ايه، اي حته ارض وسط عمارات بتتحفر هتلاقي دايما في سند. فانت بتبقى في مواسير كده بيحطوها حتى ساعات في الارض بتبقى كبيره بتزق الارض ببعضها. بص يعني دايما تروح كده بص جنب اي ارض بتتحفر هتلاقي لو بيحفروها وسط منطقه سكنيه اما بيعملوا شيب بايلز يعني يدقوا خوازيق في الارض عشان يسندوا جوانب الحفر او بيحطوا حطام. معايا؟ فدي فكره بس احنا هنا بنتكلم على حاجه بابليك، يعني في الاخر انت هتعمل طريق. فالطريق ده بتاع الدوله مش بتاعي ولا بتاعك. فهيبقى مسموح لك ان انت تروح للاراضي المحيطه. انا بتكلم في باركينج، ممكن يبقى باركينج مثلا تبع الدوله. فبرضه خلاص هو مش محسوب الاريا دي، انا عايز النت اريا بتاعت الباركينج 20 في 20. وصلت؟ في حد عنده مشاكل في القصه دي؟ نرجع تاني احنا عملنا ايه؟ احنا كنا عايزين نسوي الارض دي على منسوب معين، شفنا احنا هنوفر ولا هنردم على حسب منسوب الارض الطبيعيه، ركزوا في الخطوات دي، شفنا هنوفر ولا هنردم على حسب منسوب الارض الطبيعيه، المنسوب التسويه اللي انا عايزه، انت قلت لي انا هعمل فين هشتغل منين اتنين لواحد، عملت ايه عشان اكمل البلان؟ اول حاجه عملتها مسكت ايدج ايدج من الارض بتاعتي وبدات ارسم لها سايد سلو. اخر حاجه عشان اقفل البلان ده ابتدي امسك الكورنرز دي اشوف هقفلها ازاي. ما انا عندي سايد سلو مفند اهو، مش هينفع اسيبه كده في الهواء، لازم اقفل دي مع دي ودي مع دي ودي مع دي ودي مع دي. وانس قفلتهم يبقى انا خلصت الحل بتاعي. حد يقول لي انا ممكن اقفل دول ازاي؟ قول لي. كرسم واحد بيبقى على رسم بس ما يعرفش احنا اصلا بنرسم ايه، هيقول لي يا عم اسهل حاجات تانيه ما تاخدش نفسك. مد ده كده مد ده كده يبقى مع بعض الخطه، خد دي وصلها دي يبقى ده موصل الزاويه. ينفع التراب يتقطع كده، بس قلنا قبل كده ان التراب لو اتقطع كده لازم يبقى تحت كونديشنز معينه. ان انت عامل حمايات للمنطقه دي لان مش ده الوضع اللي مستريح عليه التراب. يعني انت ممكن وانت ماشي في الشارع تلاقي قطاعات ترابيه بالمنظر ده. بس زي ما قلت لك هتلاقي عليها دبش اللي هو الشكل السداسي ده اللي شبه خليه النحل، وده طبقه حمايه احنا حاطينها على التراب. لو انا مش عايز اوجع دماغي وعايز اقفل الكورنر ده بالوضع اللي مستريح عليه التراب اعمل ايه؟ ابسط حاجه في الدنيا ان انا اخلي التراب يلف على شكل مخروط. وعشان ما اكلش من الارض دي احسن حاجه في الدنيا ان انا اخلي السن بتاعي منها. يعني اركز هنا بالبرجل هفتح كده المسافه دي، ادي المسافه دي سبحان الله هعمل ربع داير كده هتطلع جزء من المخروط زي ما احنا عاملين. واحنا عاملين المخروط يتهشر من العالي للواطي باتجاه السنتر. ده العالي ال 20 ده الواطي يبقى التهشير بتاعي المنظر ده. صح؟ نفس الكلام هنا. نفس الكلام. احنا كده اديتك المساله بتاعتي عباره عن ايه؟ معطيات كات سلوب فيل سلوب حدود معينه لحته ارض. كويس؟ اديتك منسوب تسويه واللي مطلوب ان انت تكمل البلان. ممكن كمان في الامتحان تلاقي اكيد مش دي الكونتور لاين، مش هخش في الساحه دي.
بشرح لك الكونسبت مش هو بشرح الكنترولر عارف هتعمل ايه. بس كمان ممكن في الامتحان نزيد عليك ان انا اقول لك خد لي سيكشن هنا خد لي سيكشن كده وليكن سيكشن اكس اكس. سؤال بس دلوقتي الاول سيكشن اكس اكس ده اسمه فين؟ فوق ولا تحت؟ في اي داهيه فاضيه اي حته يعني انت خلاص تحت الدنيا مزنقه معاك ارسمه فوق فوق الدنيا مزنقه معاك ارسمه تحت. بس بعد ما تخلص اكتب لي تحتيه ان ده سيكشن اكس اكس. الناس معايا؟ سيكشن اكس اكس ايا كان هرسمه فوق ولا تحت؟ حد واحد باله انا لما اقطع هنا اشوف ايه؟ خلينا نبقى محددين اكتر. سيكشن اكس اكس ده قاطع في ثلاث حاجات ارض مستويه على 25 والميل سايد سلوبس اللي رابط ما بين المستويه والطبيعيه وبعدين الارض الطبيعيه. صح؟ يبقى سيكشن اكس اكس ده لما اجي ارسمه هتقول لي ادي من اول هنا لغايه هنا دي كانت ارض مستويه على 25 بعدين عندي سايد سلوب ده ادي اخره اهو وده ارض طبيعيه على 18 20 18 وانا عشان اقاطع السكينه بتاعتي العاديه في الثلاث مستويات دول يبقى عندي اندكيشن ايرث بالمنظر ده. واجي تحتيه كده عشان هو ايه اخد الفول مارك اقول لك ده سيكشن اكس اكس. ما تعملش بقى القرف بتاعك. تلاقي ناس قبل اصلا لما ترسم المسقط تلاقيها عماله تاخد خطوط. ايه يا عم الكلام ده؟ تقول لك اصل انا بعمل مسطره فارسيه ولا مش عارف بعمل ايه. تمام اي كلام ده. انت في الاخر معاك مثلث ومعاك بدل ما تضيع وقت وتقعد ترسم خطوط ومجبر ان انت تمسحها لان لو جات في الاجابه ما اعرفش هعرف منين ان دي مش عارف خطوط ولا مناسيب ولا ايه. فانا ممكن اعتبر ان دي خطوط انت سايبها ان انا اصححها فانا اصح عليها درجات. فلازم ان انت لو عملت القرف ده ترجع تمسحه تاني. انا ما بقتنعش بالافلام دي وبرده ما بقتنعش ان واحد داخل امتحان رسم معهوش مثلث ارسطو. مثلث الارسطو هيوفر لك نص الوقت اللي انت تقريبا هتشتغل بيه. وانا قلت لكم الفكره دي قبل كده قلت لكم وانا قدكم كده الناس كانت دايما تقول لك ما ينفعش تخش ارسطو الامتحان مش عارف ليه مش بيرسم لوحده معايا. فلازم تجيب ارسطو هيفرق معاك كتير. حد عنده مشكله في استخدامه؟ هو مش حاجه. مثلث الارسطو مثلث عامل كده متقسم شويه خطوط كده وشوية خطوط كده. عشان لو انا عندي خط هنا وعايز ارسم خط موازي ليه على بعد سنتي اروح ماسك المثلث ده اول علامه هنا هتبقى دي علامه السنتي. اخلي الخط ده منطبق على الخط اللي انا عايز اخد ليه موازي ولما ارسم هيبقى انا كده برسم خط على بعد سنتي. عايز اعمل خط عمودي على ده هلف المثلث كده واخلي اي خط من دول ينطبق على الخط ده يبقى انا برسم خط عمودي. وفي تدريج هتبقى عارف انت عايز ترسم خط عمودي سنتي 2 سنتي 3 سنتي. الموضوع بقى اسهل كتير من انت طول الوقت ترسم بالتي وبالادوات يعني التي هتشد بيها خط الرسوم في اول الرسمه وخلاص تركنها على جنب. يعني انت لو كنت داخل ليك دور لوحه متلوثه اصلا مش محتاج التي معايا ترسم بقيه في الرسمه بالادوات. والكلام ده لو هو اوبشن لو انت محتاج الترم ده الترم الثاني استحاله ما ترسمش فيه لان الترم الثاني هترسم ستيل منشات معدنيه فهتلاقي نفسك بتتكلم في 2 مللي و3 مللي و4 مللي فبالتي والكلام ده استحاله تظبط. تمام؟ فهاتوا ارسطو واتمرنوا عليه قبل الامتحان عشان هيفرق معاك كتير. المهم هي دي كده مساله الكونتور لاين او هي دي الكونسبتس والخطوات اللي احنا نعملها في الكونتور لاين. ايه الفرق الوحيد؟ الفرق الوحيد في مساله الكونتور لاين الحاجه اللي احنا اتفقنا ان هي تخيليه وتكاد تكون مستحيله ان هي تحصل ان انت تلاقي الارض الافقيه اللي براك دي كلها على منسوب واحد على منسوب 18. يعني ده استحاله. انت هتروح اي منطقه جديده منطقه صحراويه جديده هتلاقي الارض طالعه ونازله وواخده اي مناسيب سبحان الله زي ما ربنا خلقها. معايا؟ فاول حاجه انا هديك البلان ازاي بتاع الارض دي اللي هي كل نقطه فيها هي منسوب. يعني الفرق الوحيد اللي هنعمله في مساله الكنترول لاين ان انا هشيل السبوره الخضراء دي ومنسوب 18 وهجيب لك مكانها ارض طبيعيه بمناسبها الحقيقيه. مناسبها الحقيقيه اللي انا متخيل ان كل نقطه هيبقى ليها منسوب. فانا هديك البلان ده ازاي؟ هديك البلان عن طريق الكونتور لاين اللي هو هنعمله ازاي؟ انت نزلت ادي المدينه الكبيره اللي حواليك اللي انت هتشتري فيها حته ارض.
فعشان تعرف ترسم لي بلان ليها انتوا كلكم خدتوا مساحه. فاول حاجه لازم نعمل الارض دي ميزانيه شبكيه. ايه الميزانيه الشبكيه دي؟ نجيب مساح هو وظيفته كده واسمه كده. مساح هيجي بالميزان وهيجي مساعد مساح ماسك الآن. وعلى حسب الفلوس وعلى حسب الاكيورسي اللي انت هتدفعها. يعني انت ممكن تقول له عايز بس تقريبا كده شش الارض دي مناسبها كام؟ هينزل يدفع لك اربع خمس نقط ويقول لك خد. هتصرف اكتر تقول له انا عايز اكيورسي عاليه. انا عايزك تعمل لي جراد كل متر ولا حاجه. يعني هيمسك الارض دي يقعد يقسمها كانه بيقسمها شبكه معايا كده خطوط بالطول وخطوط بالعرض وهو عمال يجيب لك مراسيم النقط دي. تمام؟ في الاخر الاوتبوت او المخرج اللي هيديه لك الراجل المساح ده هيديك هيجي يرش لك شويه نقط كده حاجة كده تجيب اس بدل الميزان تركبه على عربية ولا حاجة. ده في المشاريع الكبيرة بيستخدم بدل ما يبقى بني ادم ينزله بتاع جي بي اس بيتركب على العربية، العربية بتمشي بسرعة معينة طول ما هي ماشية عمالة تاخد مناسيب الأراضي اللي حواليها. في الآخر ده بينزل بسوفت وير على الجهاز على الكمبيوتر، هتفتحه ببرنامج اسمه سيبل. كل نقطة الجهاز ده بيقراها ثلاث حاجات. از ديجنوستنج ليفل زد، يعني بيقول لك هي اكس وواي هي موجوده في اكتوبر ولا في العبور ولا في التجمع ولا في السعوديه ولا موجوده فين؟ يديك الاحداثيات بتاعتها ايستنج والنورسنج ومنسوبها كام؟ احنا مالناش علاقه بالايستنج والنورسنج. في الاخر هيديك شويه نقط كده يقول لك مثلا دي منسوبها 10، دي منسوبها 10.1، دي منسوبها مش عارف 10.2، دي منسوبها كام؟ دي منسوبها كام؟ دي منسوبها كام؟ وهكذا. يعني كل نقطه في الاخر هيبقى ليها ليفل. زمان بس ما حضرتش انا طبعا الكلام ده، كان بعد ما بتيجي النقط دي يعمل خريطه كونتوريه مليون. يعني بعد ما المساح راح رفع النقط دي وجاب كل نقطه احداثياتها ومنسوبها كام، كانوا بيرسموا الخريطه الكونتوريه مليون. يعني ايه؟ يعني يجي واحد كده من ادم يفرشه، كان بيفرشه خرائط على الارض وبتاع، ويقعد بقى يشوف هذه نقطه 10، فين تاني نقطه منسوبها 10؟ يقعد يدور مثلا دي 10 دي 10 دي 10، كان يوصل النقط اللي ليها نفس المنسوب مع بعض، وفي الاخر يقول لك ده خط كونتور 10. يعني ايه خط كونتور 10؟ انت مش هتنزل 6 اكتوبر تلاقي خط كده في السايت كاتب لك عليه 10، ده خط وهمي. يعني خط كونتور ده خط وهمي بيوصل النقط اللي هي نفس المنسوب. معايا؟ بعد كده يقول لك طب انا عايز اشوف النقط اللي منسوبها 10.1 كام؟ يقعد يمشي كده يقول لك والله ده خط كونتور 10.1. يعني ايه خط كونتور 10.1؟ يعني اي نقطه هتقطع على الخط ده منسوب لها 10.1. طب النقطه اللي هنا؟ معرفش. بس عشان نمشي حالنا، انا ليه بقول معرفش؟ لان احنا الاسامشن الوحيد اللي احنا ممكن نعمله ان احنا نفترض ان من هنا لهنا الارض بتتغير لينيال، بس معرفش ممكن يبقى في سبحان الله في حفره هنا. يعني في الحقيقه انا معرفش، بس احنا في اولى مدني او ان جنرال في الحياه مش في اولى مدني بس، لما هتتزنق هتعتبر ان التغيير من هنا خطي. يعني دي 10 دي 10.1، يعني انت لو واقف في النص بالظبط هتقولي 10.05. الناس معايا ولا ايه؟ وخط الكونتور ده مش لازم على ليفل، يعني انا ممكن وانتوا قاعدين كده اعمل لكم خط كونتور، اعمل منكم خطوط كونتور، بمعنى اقول ان الطالب اللي جاي جيد يرفع ايده واروح اوصل خط كده يبقى ده خط كونتور بتاع جيد، يبقى كل البني ادمين اللي الخط ده بيعدي بيهم تقديرهم جيد. اللي جاي بامتياز يرفع ايده، هتلاقي مش عارف ايه ارسم خط كده او بالسن. ممكن اقول اللي عنده 16 سنه يرفع ايده مثلا، بلاقي مثلا كذا واحد رفع يبقى الناس اللي معديه هنا دي عندها 16 سنه، اللي عنده 18 سنه يرفع ايده يبقى الناس دي عندها 18 سنه. معنى كلامي ينفع خطوط الكونتور تتقطع؟ لا. لو اتقطعت يبقى نفس البني ادم ده عنده 16 وعنده 18، نفس البني ادم ده جايب جيد وجايب امتياز، طبعا ما ينفعش. يعني انا بقول ايه؟ باول قاعده تقع في دماغكم ان خطوط الكونتور استحاله تتقطع. تاني حاجه تقع في دماغكم، كنت بقول لكم زمان دي الطريقه اللي كنا بنرسم بيها الكونتور لاينز او الخرائط الكونتوريه. نفرش على الارض نقط نوصل ندور يا ابو فين النقط اللي ايه ولا طبعا الكلام ده ما بقاش يحصل. بقى في برامج بتعمل كل القصه دي واشهرهم برنامج السبب. ومفيش حد فيه هيطلع يشتغل انفراستراكشر الا وهو لازم يعرف سبب.
يعني في برنامج اوتوكاد عارف تسمعوا عنه الكلام ده بيعمل ايه الاوتوكاد ده؟ مفيش مهندس او شبه مهندس هيشتغل غير لما يكون بيعرف يرسم اوتوكاد ايا كان هو هيشتغل ايه؟ مصمم مش عارف ايه اي حاجه معنى انشائي مدني هيشتغل صحي هيشتغل طرق هيشتغل اي اتجاه لازم يعرف اوتوكاد لكن اللي هيشتغلوا في الانفراستراكشر وبعيد عن العمايل هيعملوا بقى درع ويعملوا طرق ويعملوا شبكه صرف وشبكه مطر والكلام ده لازم يبقى عارفين سيفل ايه السيفل شويه شبه الاوتوكاد بس تعامل مع المناسيب والخرائط والاصل تمام فهو المفروض ان كل الاجهزه الحديثه دي المفروض ان كل الاجهزه الحديثه تتوصل على البرنامج اللي هو السيفل ده والنقط دي هتخش البرنامج اوتوماتيك فانت بتدوس على زرار كده اعمل لي سيرفيس يعني انت بتدوس على زرار كده البرنامج بتقول له اعمل لي سيرفيس يروح هو موصل النقط دي كلها مع بعض بمستوى بس كل نقطه بيبقى ليها منسوبه وبعدين بتدوس تاني على زرار تقول له جنريت الكونتور يعني انا عايز اشوف من السيرفيس ده كونتور لاينز عامله ازاي اول سؤال هيساله لك لما تقول له جنريت الكونتور هيقول لك ايه الله ينور عليك خاطر الكونتور قد ايه يعني ايه الكلام ده يعني ان انا رسمه على السبوره دي لو انا كنت كملته كده مثلا يعني ده خط كونتور 10 كونتور يبقى كده ده معناه ايه دي خريطه كونتوريه الفتره الكونتوريه بتاعتها 0.1 يعني انا كل لما الليفلز بتتغير 0.1 لازم اشوف خط كونتور يعني استحاله بعد شويه اكتب لك خط 10.5 لاني قبل ما اكتب لك ال 10.5 لازم يبان لك ال 10.4 وال 10.3 انا برسم خريطه كونتوريه لكل 0.1 لكن لو حد قال لي لا لا هتبقى الخطوط دنس قوي ولازقه في بعض ومش هشوف حاجه انا عايز اوسع الدنيا شويه اقول لك خلاص اشتغل بفتره كونتوريه 0.2 يعني معنى كده ان 10.1 ده مش هيبان صح هيبان عندي 10.2 بعد كده 10.4 وبعد كده كذا الناس معايا يبقى هو ده اللي احنا هنشيل السبوره الخضراء اللي هناك اللي كان مستواها 18 واديك شويه حاجات عامله كده لكم ازاي الخريطه الكونتوريه بتتعامل بس في الاخر انت كرسم طفوله بلدي في الاخر انا هديك ده هديك خريطه كونتوريه جاهزه هديك شويه كونتور لاينز خلاص بقى اتفقنا ان كل خط كونتور ده بيمثل نقط ان هي نفس المنسوب يعني لما اقول لك الخط ده اسمه 23 يبقى معنى كده ان كل النقط اللي واقعه هنا مقسومه كام؟ 23 امال ده كام يا عم؟ 22 يعني كل ده 22 حاجه في النص تبقى تقريبا 22.5 لو اقرب شويه تبقى تقريبا 22.8 على حسب المسافه. معايا؟ وهكذا. اللي انا رسمه على السبوره ده خط خريطه كونتوريه الفتره الكونتوريه بتاعتها كام؟ واحد متر. لو انا كنت عايز ارسم لك خريطه اكيورسي اعلى وارسم لك خريطه الفتره الكونتوريه بتاعتها نص متر يبقى كنت هعمل لك ايه؟ ما بين كل خط والتاني كنت هزود لك خط. يعني هنا هرسم 22.5 وهنا هرسم 21.5 مش عارف ايه 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 ايه. صح؟ حد شاطر بقى يقول لي المسافه دي كام او المسافه دي كام او المسافه دي كام او المسافه دي كام تجويد هيشتغل واحد قال لي سكيل كام ده تجويد واحد تاني قال لي واحد متر باين واحد سمعت حد قال لي واحد ده تجويد عمال انت في قلب انا واقول ان المساح نزل عمال يحط الميزان بتاعه ويرفع نقط يبقى انا المنسوب ده بكام ولا اعرف زي ما الارض بتطلع دي ارض طبيعيه ربنا خليها ما اعرفش المسافه دي كام؟ ولا اعرف ده جذر يعني انت لو بتتكلم في ارض فلات يعني لو رحت لقيت الارض الطبيعيه ارض مستويه هتلاقي المسافه دي مثلا 100 متر يعني انت كل المنطقه اللي اسمها 100 متر دي كلها كونستنت ليفل على 23 لكن ممكن تروح تبقى بترفع جبل يبقى الارض ستيب يعني تلاقي المسافه دي 23 بس يا دوب هتمشي نص متر ولا حاجه تلاقي 22 منحدر يعني احنا بنرفع او بنتريس الارض الطبيعيه زي ما ربنا خلقها يعني دايما خطوط الكونتور الليفلز بتاعتها كام انت مالكش دخل المسافات بينها كام استحاله تجيبها هتجيبها منين دي لازم تبقى جبل فالناس اللي بتحب تجود في الامتحان طب انا مثلا بدي المسافه دي 2 هي مش مقتنعه ان 2 هي مقتنعه ان دي 2 وفرق المناسيب في الميل معرفش ليه الجبل ده بتاعت الكونتور لاينز ما تلعبش فيها الله يبارك لك
دي احنا بنرفع ارض طبيعيه زي ما ربنا خليها وبجيبها لك في الامتحان معايا. فممكن بالصدفه تلاقينا انا مثبت لك المسافات دي كلها 2 2 2 دي لا تعني شيء. ممكن تلاقيني 2 3 1 ونص 1 زي ما يكون. الناس معايا؟ يبقى اول حاجه تحطها في دماغك ان المسافات بين الكونتور لاين او اللي انت بتستعيدها دي جيفن داتا وملهاش اي كونسبت غير شكل الارض الطبيعيه اللي احنا بنرفعها. تمام؟ يعني مثلا لو انا جيت في الامتحان اديتك كونتور لاين بالمنظر ده. قبل ما اديك ليفلز اصلا، قبل ما اديك مناسيب، انت متخيل المنظر ده ايه؟ يا جبل يا حفرة. الوادي لازم المايه تمشي. اوريك دلوقتي شكل الوادي والمايه. فالمنظر ده كده بكل ليفلز ده يا جبل يا حفرة. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو انا جيت قلت لك مثلا ده 100 150 الفترة الكونتورية 50 متر واخدين بالكم 200 250 يبقى على طول ده شكل ايه؟ جبل. يا عم انا مش مصدقك. تصدق ازاي؟ تعالى خد سكشن كده. تعالى ناخد سكشن وليكن زد زد ولا مش عارف ايه. هرسم سكشن زد زد ده ازاي؟ كل ما اخط السكشن بتاعي يقطع كونتور لاين هطلع احط النقطة على ما تصبح. كل ما اخط السكشن يقطع كونتور لاين هطلع احط النقطة دي على ما تصبح. معنى خط السكشن بتاعي قطع خط الكونتور اللي اسمه 100 في نقطتين هنا وهنا. وهطلع احط الكونتور على ما تصبح. هطلع هنا بخط ستريت خط ستريت وده الداتا بتاعي على تصوب 100 يبقى ادي نقطه وادي نقطه. معايا؟ خط السكشن بتاعي قطع خط الكونتور 150 في النقطه دي وفي النقطه دي. ده كان 100. يعني هطلع في بي 50 واقول ادي النقطتين اللي اسمهم 150. معايا ولا ايه؟ بعدين مش عارف ال 200 اهم. بعدين ال 250 اهم. لو وصلت فري هاند لو وصلت فري هاند هيطلع شكل البروفايل بنسميه البروفايل بتاع الارض اللي هو اداني هنا ايه؟ كاميرا. لكن لو انا عكست الارقام دي كاني هشقلب دي الناحيه الثانيه هيطلع حفره او نقره في الارض. حد مش متخيل القصه دي؟ في حد عنده مشاكل في الكلام ده؟ خدتوا بالكم وانا برسم البروفايل بتاع الارض برسمه فري هاند بس الفري هاند بتاعه معفن وهيقرف بيه الناس يرسم سيجمنتس يعني ما بين كل نقطه ونقطه خط مستقيم. معايا؟ الراجل كان بيسالني عن وادي. مين اللي كان بيسال عن وادي؟ لو انا اديتك حته ارض بالمنظر ده. ده كونتور لاين. على فكره يا جماعه برضه مهم جدا زي ما قلت لكم ان مفيش مهندس انفراستراكشر يعني بتاع مهندس انفراستراكشر ده هي دي شغلانه الاكثر. بتوع المباني دول هو النسبه الاقل اللي هتشتغل لكن الاكثر هيشتغل انفراستراكشر يعني هيشتغل شبكات ميه يعني شبكات صرف صحي شبكات امطار يعني هيشتغل في خطوط انابيب يعني هيشتغل في طرق معايا. فهو دول اللي هيتعاملوا مع خرائط كونتوريه كتير ولازم يبقوا قرود فيها. فلو انا اديت خريطه كونتوريه بالمنظر ده فليكن مثلا اي كلام دي 10 11 12 13 14 وجينا مثلا عايزين نحط شبكه الترع والمصارف في الارض دي. يعني دي ارض واحد اشتراها مستثمر جه قال لك والنبي يا هندسه عايزين نخطط الارض دي نعمل لها الاريجيشن نتورك بتاعتها شبكه الري بتاعتها. يعني ايه شبكه الري المصارف في اي ارض زراعيه؟ يعني انت هتحط ترع وتحط مصارف. طبيعي لما تحط الترع الترع تبقى فين؟ الترع ده السورس بتاع الميه فطبيعي هتبقى في الحته العاليه من الارض. والمصرف هيبقى فين؟ المصرف ده بيلم المياه زياده عن حجم الارض. فطبيعي ان هو يبقى في اوطى نقطه. فانت لازم لما تبص هنا على طول عينك تجيب فين العالي وفين الفاضي معايا؟ عشان في العالي تحط الترعه وفي الفاضي تحط الايه؟ المصرف. حد يقدر يقول لي كده فين العالي وفين الفاضي؟ 14 عالي و 14 فاضي. بس ما تشقلبش. اكيد مش انا مش ده سؤالي. يعني اكيد انا مش بسال لما حد عكس الارقام ان مين الاعلى 14 تقول لي 14 المفروض سقف لك. يعني لما 14 بقى برافو مش محتاج النظر. يعني اكيد كلنا متاكدين ان ده 14 عالي عن ده عن ده عن ده. سؤالي في الاتجاه العرضي. في الدايركشن دي.
فين العالي وفين الواطي؟ يعني سؤالي تاني، هتلاقي الجمهور دايما واخد شكل سبعات او ثمانيات، يعني اذا جاز التعبير هنسمي ده سبعات ونسمي دي ثمانيات. فالسؤال ده اعلى، يعني لو انا حطيت الترعه هنا صح وحطيت المصرف هنا صح ولا العكس؟ يعني كده المحسوبه سبعه. البالون اصلا بتكلم هندي ولا يعني انا عايز اقول ايه يعني؟ يعني اكيد الترعه بتبقى ماشيه بالجسديه، فلازم الترعه تبقى ماشيه من العالي للواطي، بس احطها فين؟ هنا ولا هنا ولا في النص ولا فين؟ فانا بحاول اساعدك شويه وبقول لك اكيد حل السؤال السبعات والثمانيات، يعني اكيد النص ده مش حاجه لطيفه. يعني اكيد الفكره في دي ودي. لو انا مش قادر برضو يعني انا حط السؤال ده وعارف انت مش هتجاوبه بس عايز كنت شغال دماغك. لو انا مش عارف افكر يا عم خد سيكشن، خد سيكشن. يعني لو انا جيت دلوقتي قلت لك خد سيكشن هنا وليكن اسمه سيكشن واي واي، تعال نشوف خط السيكشن كل ما يقطع في حاجه نرسمها. خط السيكشن هنا قطع خط الكونتور اللي اسمه 13 في النقطه دي، يبقى النقطه دي منسوبها 13. طب النقطه دي منسوبها كام؟ 13 ونص. يعني ما بين 13 و 14 اكيد دي 13 ونص. خدوا بالكم ده بلان وانا دلوقتي برسم السيكشن. معايا ولا ايه؟ لكن النقطه دي منسوبها كام؟ رجعت تاني 13. النقطه دي منسوبها كام؟ انا اسف، النقطه دي منسوبها كام؟ 13. انما دي اقل من 13 بشويه. صح ولا ايه؟ فلو رسمت البروفايل بتاع الارض تلاقيه عامل كده. يعني ده السبعات دي، دي الواطي، يعني احط هنا كده المصرف بتاعي، انما ده العالي بيعمل الكلام ده بالعكس. ده هنا ده ده الواطي، يبقى احط المصرف بتاعي هنا وهنا ده العالي، يعني احط الترعه بتاعتي هنا بحيث الترعه دي تخدم الناحيه دي والناحيه دي والناحيه دي والميه الزياده تروح في المصرف ده بالعكس. وصلت ولا يا جماعه؟ في حد عنده سؤال؟ المصرف هنا هو ده الوادي. يعني انت لو بتشتغل بقى حمايات امطار وعايز تعرف فين لما المضرب زي بقى الكارثه بتاعت سفاجه والكارثه اللي بتحصل دي، المفروض ان انت قبل ما تخطط اي مدينه اصلا، يعني انت طبعا هنا في مصر مفيش الكلام ده، لكن الكلام الصح يعني احنا اشتغلنا الكلام ده كتير قوي بس مشاريع بره مصر. بتعمل ايه؟ قبل ما حد يخطط اي مدينه لازم يجي لنا يقول لك قول لي فين اماكن مخرجات السيول؟ وفين الاماكن الاكسباكتد؟ لما ينزل مطره تبقى دي منطقه هازر، يعني هتجمع ويحصل زي اللي حصل والناس تموت. فانت بتعمل ايه؟ بتمسك الخرائط الكمبيوتريه وبتقول له في الاخر خد بالك ده مسار وادي. يعني لما المطره هتنزل في الاخر الميه هتجمع نفسها وتمشي في التراك ده. فلازم ده نهذبه، يعني نعمله از اوبن تشانل ونسيبه فاضي بحيث لما ينزل السيل يمشي في الحته دي. لو حد فيكم راح مدينتي، مدينه مدينتي، مدينتي نفسها هتلاقي فيها كتير اعمال سيول زي دي، يعني هتلاقي فيها مخرجات سيول متحافظ عليها. نرجع بقى لموضوعنا، نرجع لموضوعنا. احنا قلنا مساله الكونتور لاين ان انا هديك بلان بالمنظر ده. الكونتور لاينز اللي انا هديها لك دي هتمثل الارض الطبيعيه او الليفلز بتاعت الارض الطبيعيه براك، وهديك بقيه السؤال زي ما كنا عاملين هناك. ادي حته الارض اللي احنا اشتريناها وعايزين نفس الكلام اللي هناك بالظبط، بس كل الفرق ان انا شلت السطور الفلات اللي على منسوب 18 وحطيت ارض طبيعيه اللي هو بيمثلها الكونتور لاين. عايزين ان عندنا حته ارض 20 متر في 20 متر، عايزين نسويها على منسوب 20 وكان الكات سلوب قد كده والفيل سلوب قد كده. نفتكر هناك انت عملت لي ايه؟ فانا اللي باين من السؤال هنا حاجتين، كمل البلان ولو عايز ازود عليك هروح حاطط لك خط كده واقول لك ارسم سكشن. صح؟ هي دي المطالب اللي هتطلب في الكونتور لاين. هناك عشان نحل عملنا ايه؟ ارجع افتكر عشان تعرف تحل هنا. مسكنا ايدج ايدج، مسكنا حد حد من حدود الارض. صح كده؟ الاول قررنا احنا هنستعمل الكات سلوب ولا الفيل سلوب؟ بناء على ايه؟ ان احنا نقارن ما بين منسوب التسويه النهائي ومنسوب الارض الطبيعيه. قلت لي الميل بتاعي كذا الى كذا، وقفت على كل حد من حدود الارض، بدات ارسم له سايد سلوبس، وفي الاخر رحت عامل ايه؟ جيت على كل كورنر. انتوا قعدتوا تقولوا لي نوصل في الزاويه، قلت لكم يمشي الحال شويه بس الاحسن مخوض، قفلناها وشلنا ايدينا خلاص وخلاص. صح؟
حد يقول لي بقى هبه هعمل ايه نفس الخطوات اللي فات حد يجي يطبقها لي هنا هطبق ازاي بعمل كات ولا بعمل فيلم الاثنين اعتقد ان معظمكم بص كده بص لده قال لي انا هعمل كات هعمل فيلم في حتت هعمل فيها كات وهعمل فيها فيلم صح ولا انا غلطان وانس ان انت لقيت كده ان انت لقيت شويه منسوب التسويه اعلى من الارض الطبيعيه وشويه تاني اوطى منه يعني زي ما انتوا بتقولوا هتعملوا كات وهتعملوا فيلم يبقى اكيد في نقطه لا هتعمل فيها كات ولا هتعمل فيها فيلم معايا يعني طالما انت عينك جابت ان انت هتعمل كات وهتعمل فيلم يبقى اكيد في نقطه ان بتوين التو زونز دي ولا هنعمل فيها كات ولا هنعمل فيها فيلم اللي هي بنسميها ايه النقطه دي نقطه لا حفر ولا رد فاكرينها النقطه دي ايه تعرفها هي النقطه اللي عندها منسوب الارض المستويه هيساوي منسوب الارض الطبيعيه اما الارض الطبيعيه ليها مليون الف منسوب لكن الارض المستويه ليها منسوب واحد 20 فانت تعمل ايه حضرتك اول حاجه في مساله الكونتور ان انت هتنقل البلان ده في اللوحه بتاعتك يعني اول حاجه في مساله الكونتور ان انت تنقل البلان ده النوت تايل في اللوحه بتاعتك لان انت جاست ان انت معاك بتشتغل على اي درجات تيجي تاخد درجات لما تيجي تحل بس مش النوت تايل ده معناه ان انت هتتسرع وبعد ما ترسم تقول لي اصل انا نسيت خط كونتور في النص طب اعمل ايه طب مش عارف ايه لا يعني ارسم بسرعه بس مظبوط فاول حاجه حضرتك تعملها ان انت لقيت منسوب الارض المستوي 20 يبقى دور فين بره في الارض الطبيعيه النقطه اللي منسوبها 20 فاعتقد ان النقطه دي تقاطع 20 مع ال 20 يبقى دي نقطه لها حفر لا رد دي نقطه لها حفر لا رد حد مختلف معايا وانس ان انت حددت النقطه اللي لها حفر لا رد انت قسمت المساله بتاعتك لكات زون والفيل زون يعني اكيد في المنطقه دي انا بعمل حاجه كات او فيل معرفش لسه يبقى اكيد في المنطقه اللي فوق بعمل عكسها معايا فانا تحت في 17 18 19 وعايز اوصل ل 20 يبقى اكيد في المنطقه اللي تحت دي هعمل ايه؟ فيل يبقى هنا هعمل فيل يبقى هشتغل من هنا 2 1 يبقى اكيد فوق هعمل كات فوق دي انا اقصد بيها الاتش دي ونص الاتش دي ونص الاتش دي معايا هعمل كات والميل بتاعي كام؟ وصلت يا جماعه ولا ايه؟ لغايه دلوقتي حد عنده مشاكل؟ طب افرض كان منسوب التسويه بتاعي ده 19 ونص يعني بدل ما اقول لك انا عايز اسوي الارض على منسوب 20 كنت مديك جبل ان منسوب التسويه 19 ونص قلنا اول حاجه نحدد الكات زون والفيل زون اول حاجه النقطه اللي حفر لها انا بدور فين النقطه اللي في الارض الطبيعيه اللي منسوبها 19 ونص اللي هي تبقى فين؟ ما بين 19 و 20 يبقى ساعتها نطلع حفر لها الشكل بتيجي هنا ودي بتيجي هنا واصله لاقول يا جماعه في مشاكل في القصه دي بعد ما حددت فين الكات زون وفين الفيل زون هنبتدي نعمل زي ما عملنا هنا هنمسك اتش اتش نبتدي نحلها ونجيب لها سايد سكور وبعدين يبقى ربنا يكرمنا في الاخر نقفل الكورنرز تمام هنحل اتش اتش ازاي عندنا ثلاث طرق للحل حسب العلاقه ما بين الاتش والكونتور لاين يعني عشان نحل في عندنا ثلاث طرق للحل مفروضين علينا حسب العلاقه ما بين الاتش وما بين الكونتور لاين اللي هي ايه؟ ما هو انت ممكن تلاقي مره ان الاتش دي عمليه على الكونتور يبقى ليها طريقه حل معينه. ممكن زي دي ان الاتش تبقى موازيه للكونتور يبقى ليها طريقه حل ثانيه. وممكن بقى الحاله الثالثه اللي هي مش مرسومه هنا ان الاتش تبقى مايله على الكونتور، يعني لا هي عمليه ولا هي موازيه. فهم دول الثلاث طرق اللي انت المفروض تعرفوها. يعني دول الثلاث علاقات اللي ممكن يجي لكم في الامتحان. الاتش عمودي على الكونتور، الاتش موازي بيها الكونتور، الاتش مايل عليها الكونتور. كل واحده بتتحل ازاي؟ لها في الاخر هيتفضل عندك شويه كورنرز تقفلهم يبقى انت خلصت المساله. معايا؟ اول حاجه لما تكون الاتش عموديه على الكونتور زي دي وزي دي اسهل حاجه في الدنيا. اقف على كل خط كونتور واحسب فرق مقاسات الميل. لما تكون الاتش عموديه على الكونتور اقف على كل خط كونتور واحسب فرق مقاسات الميل. يعني ايه؟ يعني انا عندي خط الكونتور ده 21 هنا قلت لي بعمل كات يعني اشتغل بين واحد واحد 20 ماينس 21 1 متر من واحد لواحد ب1 متر بالسكيل انا بس 1 ل 100 ولا 1 ل 200 ولا مش عارف ايه اروح احط النقطه دي وقفت على نفس خط الكونتور بص انا قست منين وان الايدج اللي بره ما دخلتش جوه زي ما انت كنت عايز تعمل انت مش مهندس تمام وقفت على الايدج فانا نسيت المتر لا بره
مش دي زيها بالظبط ولا نفس خط الكونتور المسافه اللي انا حسبتها هنا هاخدها هنا معايا ولا ايه؟ دي نقطه تطلع نقطه العدد لان فرق المناسيب زيرو هنا 20 ناقص 19 1 بس الميل اللي هو اسمه 2 1 2 بالسكيل همشي واحط نقطه كان ممكن عندي كذا خط تاني انت مسكت الانش فكنت هقعد برضه على كل خط اعمل الحسبه بتاعتي لقيت حاجه لطيفه كده بالتحالات ده اللي عندي لان ما عنديش كنتور تاني تقطع الانش لو الفري هاند بتاعك كويس ده الصح لان دي انترسكشن مع عرض طبيعي فلازم خط القطع ده يبقى خط الرجل معايا فيبقى ساعتها عندك هنوصل نقطه الحفره من النقطه دي وهنوصل دي دي نوصل دي دي نوصل دي في حد متضايق مني لغايه هنا اللي انا كنت بقوله هنا ان انت امسك ايدج ايدج حلها وسيب في الاخر الكورنرز دي يتصرف فيها قلت لك ان احنا بنحل الايدج بيز ده على العلاقه بين الكونتور والايدج صح انت جيت قلت لي الايدج دي والايدج دول لما اعرف افني بيهم عشان عموديين قلت لك كتر خير الدنيا بس انت كده ما خلصتش عشان تخلص الايدج دي لازم السايد سلوب ده يوصل لغايه اخر الايدج لازم يوصل لغايه اخر الايدج لازم يوصل لغايه اخر الايدج لازم يوصل اخر الايدج فاحنا بقول ايه يعني عشان اشيل ايدي من الحته دي لازم السايد سلوب ده يكون من هنا ولازم ده اكمل لغايه الاخر عشان لما اجي اعمل كون او اعمل مش عارف ايه يبقى عندي سايد سلوب ده مكمل لغايه اخر حرف الارض فهنا بقول ايه؟ حد يقول لي بعملها ازاي؟ ليهم ثلاث طرق. عايز ابسط طريقه، واحد بتخلف. كمل بنفس الاسهل. محدش هيقول ولا ايه؟ كمل بنفس الاسهل. اسهل حاجه في الدنيا لو واحد خلاص الورقه هتتشد منه ومفيش يمدها بنفس الترند. نفس الترند، يعني انا شايف الارض دي عماله تزيد كده. اروح مكملها. كملتها وخلاص بس ضميري مش مستريح. بس كملتها. هنا كملتها 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 معايا ولا ايه؟ الحاجات اللي انا بقول عليها دي هتساعدك تاخد جزء من الدرجه لو انت ما عندكش كل الوقت عشان تعمل الموديل انسر. يعني انت لو سبتها اكيد هتغلط غلطه اكبر بكتير وهتنقص درجات اكتر بكتير. فاللي انا بقوله لو انت خلاص مظبوط كمل دي كده. طب لو انت عايز تحلها مظبوط بس ما عندكش دماغ تعمل ايه؟ قول قول معلش تاني هو ده اللي قصدي عليه معلش يعني عذرا لو عايز تعملها مظبوط وانت ما عندكش دماغ هتعمل زي الراجل ده ما بيقول هتاخد وقت اكتر اللي هو ايه؟ هتيجي عند الايدج دي هتيجي عند الايدج دي تحسب الارض الطبيعيه هنا من صبحها كام؟ يعني انت بتقولي ده 22 وده 21 وتشوف بقى المسافه دي قد ايه والمسافه دي قد ايه صح؟ تعمل مقص وبتاع والكلام اللطيف ده في الاخر تقول لي الارض هنا الطبيعيه تقريبا 21.8 ودي 20 او 20 ناقص 21.8 الناس معايا ولا ايه؟ فهتوصل وتجيب نقطه وتوصل وتوصل صح بس تاخد وقت قد كده. ابسط حاجه في الدنيا والبيرفكت سوليوشن ان انت تيجي تقول لي طب ما تعتبر ان الايدج دي كمان لغايه خط الكنترول اللي بعدها. يعني اعتبر ان الايدج ما خلصتش هنا ما تقلقش على نفسك. كمل الاتش دي لغايه خط الكنترول اللي بعدها وحلو 20 ناقص 22 2 في 1 ل 1 ب 2 اجي هنا امشي 2 احط نقطه واوصل بس انا مش عايز كل ده انا عايز لغايه فين؟ لغايه الاتش ما اقعدش تبص لي بقى خلاص تمام ولا ايه؟ وصلت هنا طيب الناحيه الثانيه نفس الكلام انا اعتبر الاتش كمان لغايه خط الكنترول اللي بعدها 20 ناقص 22 كذا همشي احط نقطه اوصل وبعدين اروح ماسح انا مصر هنا ان انت عشان تعرف كامل المساله مظبوط ان انت تقع في سايد سلوب لغايه اخر الايدج بالظبط ولا ازيد ولا اقل تمام نفس الكلام هنا نفس الكلام هنا ادي 20 وادي مش عارف 18 همد واوصل بس هاخد بس لغايه اخر الايدج وامسح الزياده معايا يا جماعه ولا ايه؟ اسمع الخط كده هيبقى نفس من الخط ده خط ودي اول حاجه انا قلتها ان انت تاخدها بنفس الترند بس خدها بقى انا ما بقولش حاجه غلط انت ليه مش هتعرف غلط اكيد برضو المساله مش هتجيلك في الامتحان لازم الكونتور لاين يعني انت مش شايفه هنا 20 19 18 17 اكيد هي الدنيا مش كده والكلام كله صح لو المساله دي ايكوال الدنيا مش جميله قوي كده يعني ممكن تلاقيني 19 واروح مكرر لك خط الكونتور ده 19
ارض طبيعيه ربنا خلقها. انت بتروح ترفع المساحه زي ما بيجيب لك النقط بتاخدها، مش انت وانت طبيعي وانت ماشي في صحراء ممكن الارض فلات وفجاه في نقطه وفجاه في جبل وفجاه ميله. الناس المفروض ان احنا بنحشر مستوى الماء من العالي للواطي، من العالي ومن الواطي هنا 21 اعلى التقشير بتاعي جاي كده، لكن هنا جاي العكس في الحالتين السايد سلوبس ده عامل ايه على الايدج. هنا الناحيه دي وقت تي 1-1 وهنا الناحيه دي وقت عليه تي 1-1. دي اي مشكله في القصه دي يا جماعه؟ يبقى احنا كده المفروض اول حاجه اللي هي من الكونتور لاين تبقى عموديه على الايدج نعرف نحلها. تاني حاجه اللي تبقى الكونتور لاين موازيه للايدج دي مش هينفع تتحل بالحساب، يعني مش هينفع نعمل حسبه ونطلعها، لازم نجيبها عن طريق الرسم. لما تكون الكونتور لاين موازي للايدج لازم نحلها عن طريق الرسم، هناخد سكشن مساعد. ايه شروط السكشن المساعد ده؟ ان هو يكون عمودي على الكونتور وعمودي على الايدجز اللي انت عايز تحلها. يعني اللي انا عايز اعمله دلوقتي ان انا ارسم السايد سلوب اللي جاي على الايدج دي واللي جاي على الايدج دي. صح ولا غلطان؟ عشان اعرف ارسمها بقول لك لازم تاخد سكشن مساعد. ايه مكان السكشن المساعد ده تختاره فين؟ يكون عمودي على الكونتور لاين وبيطلع الايدجز بتاعتك، يعني ايه؟ يعني انا ممكن اجي في اي داهيه هنا او هنا او هنا او هنا او هنا في اي حته، لان كل الخطوط اللي انا برسمها دي عموديه على الكونتور وبتقطع الايدجز بتاعتك. فهاجي كده اقول ان انا هاخد سكشن الناحيه دي وليكن اسمه سكشن واي واي، هرسم سكشن واي واي بقى على الجنب وبعدين ربنا يحلها ابقى اجيب السايد سلوب اللي انا مش عارف معايا؟ واحنا بناخد السكشن هنا قلت لك بالاحرى انت بترسم كام حاجه؟ ثلاث حاجات، ارض مستويه وميل وارض طبيعيه. صح كده؟ هناك لما نروح نرسم السكشن ده عايزين نرسم ثلاث حاجات، ارض مستويه ميل ارض طبيعيه. عايز دي الارض مستويه اسهل حاجه في الدنيا، عشان عندي من هنا لغايه هنا خط السكشن بتاعي ماشي على ارض افقيه اسمها ايه؟ 20. حد معترض؟ حد معترض؟ تاني حاجة عايز ارسم ارض طبيعية، لما كان عندي هنا جبل لما جيت ارسم البروفايل ده على ارض طبيعية عملت ايه؟ لما جيت ارسم السكشن او البروفايل بتاع الارض الطبيعية بتاعت الجبل عملت ازاي؟ بجيب تقاطع خط السكشن مع الكونتور لاين وبطلع احطها على مناسبها. هعمل هنا نفس الكلام بالظبط، هاخد خط السكشن مع الكونتور لاينز كل نقطة تقاطع من دول اروح احطها في السايد فيو على الصبح. معايا؟ معايا ولا ايه؟ فاهمه؟ انت تمام؟ ادي اول نقطه، اول نقطه تقاطع الخط سكشن مع الكنترول لاين، النقطه دي على منسوب كام؟ 23. فهمت دي كده على استقامتها وعايز احطها في السكشن على منسوب 23 اللي هي فين؟ ده عندك 20. يبقى 23 اعلى من ده وقرسته بقى، حط كده على سرعه 3 سم. المثلث بتاعك هنا يبقى تاخد موازي على بعد 3 سم. انا اسف هي المفروض مش كده، هي 3 سم كده يبقى انا محدد ان السكيل 1-100. انا عايز ارسم 3 متر على حسب السكيل هتمشي وتحط النقطه بتاعتك هنا. تمام؟ 22 هتبقى فوق ال 20 ب 2. ال 21 فوق ال 20 ب 1. ال 20 عليها بالظبط عشان كده دي اسمها نقطة لاحظت ولا لا؟ 19 18 مش عارف ايه اوصل بدول الفري هاند بتاعه اشرب يرسم فري هاند اهو الفري هاند بتاعه سخيف بين كل نقطة والتانية يرسم خط مستقيم مش هيحصل له حاجة يعني. في أي مشكلة في القصة دي؟ يبقى أنا كده رسمت حاجتين من تلات حاجات المفروض أرسمهم في السكشن الأرض المستوى الأرض طبيعية. آخر حاجة ناقصة عندي إيه؟ الميول، الميول هنا كنت برسمها ازاي؟ جيت من اخر الارض المستويه عملت سلوب رايح لغايه ما خبط فين؟ في الارض الطبيعيه. صح ولا غلط؟ بعمل نفس الكلام هنا. هاجي في الايدج بتاعت الارض المستويه اللي هي النقطه دي والنقطه دي. على حسب انا في كات زون ولا فيل زون هعمل منها ميل لغايه ما يخبط في الارض الطبيعيه. معايا؟ يعني انا في المنطقه اللي تحت دي انا بعمل فيل. ميل الفيل بتاعي كام؟ ميل واحد، هاجي من النقطة دي أمشي اتنين وأنزل واحد
لغايه ما اجيب نقطه هنا اوصلها ببدايه الميل واكملها على استقامتها لغايه ما اخبط فين؟ في الارض طبيعيه. وصلت؟ الناحيه الثانيه انا عندي كات وشغال ببين كام؟ واحد لواحد. يبقى حاجه اروح ماشي واحد طالع واحد واوصل لغايه ما اخبط فين؟ في الارض طبيعيه. شايفين النقطه دي والنقطه دي؟ هم دول اللي احنا عايزين نطلع بيهم من السكشن ده. نقطه تقاطع الميل مع الارض طبيعيه. هي دي النقطه اللي هاخدها وارجع بيها هنا هتديني على البلان خط. هتقل على الخط منين لغايه فين؟ من اول الاتش لغايه اخرها. وصلت يا جماعه ولا ايه؟ ها؟ رسمت سكشن مساعد لما لقيت عندي الكونتور بتوازي الاتش رسمت سكشن مساعد رسمت فيه ثلاث حاجات ارض مستويه بروفايل ارض طبيعيه جيت من عند الايدجز بتاعتي او من نهايه الارض المستويه عملت سايد سلوبس على حسب الزون اللي انا واقف فيها سايد سلوب ده خبط في الارض الطبيعيه خدت النقطه دي نزلتها على بلان خط مستقيم نفس الكلام كنت نزلتها على بلان خط مستقيم من اول فين لغايه فين من اول ايدج لغايه اخر الايدج قبل ما اقفل الكورنرز دي اعتقد كلكم ما عندكوش مشكله ان السايد سلوب الناحيه دي كده والسايد سلوب الناحيه الثانيه حد من دايما القصه دي يا جماعه؟ كله تمام؟ نكمل تقفيلة الزونز دي ولا حد عنده أي سؤال؟ ها؟ بس بلاش تفاصيل، يعني عندك سؤال اسأل، قول. ده سؤال كويس عشان أقول الحتة دي، مش عشان السؤال. الكنترول لاين لما هيطلب منك سيكشن، هيطلب منك سيكشن وليس سيكشن فيو. سيكشن يعني انت بتقطع بتقطع هترسم بس سيكشن يعني انت هترسم وهتقطعه بس او تاني ولا ايه يعني انا بقول لك ارسم سيكشن واي واي انت واي واي ده قطع فين رسمناه وما كملناش بس هو يعني بتاع على وشك ده ايه فاهم ولا مش فاهم ها قول والله مش فاهم ده ايه الرياكشن ده انت كده متوقع انا مش فاهم هو انت فهمت انا قلت ايه اصلا؟ ايه بقى؟ عظيم احنا قطعنا خط السكشن بتاعنا هنا طب انا قطعت فيه ده هو ده بس اللي هيرسمه في السكشن مش هكمل بس في الجهه السابقه قول لي بقى السؤال التاني بتاعك كملت ليه الارض الطبيعيه على في السكشن ده؟ دي النقطه دي؟ مش تمام مش تمام دي؟ خط بقول ليه بقى ما كملتش حضرتك الخط ده؟ حضرتك رسمت الارض المستويه تمام؟ ده اللي انا شايفها هنا دي الارض المستويه ماشي والارض الطبيعيه كل خط كونتور من دول بس حطه في سايد فيو نقطه يعني انت عايز متهيألي يعني امسح دي؟ ايوه وامسح دي؟ لا انا شايف هسيب دي؟ طب معلش ممكن عشان خاطري انا ترسمها لي كلها؟ معلش هتعبك معايا لا مش همسحها انا لسه عندي حاجتين هنا ارض طبيعيه لسه زي ما هي اللي انت بتقوله ده صح بس بعد ما اخلص الجريدنج مع ما اخلص تسويه الشكل النهائي زي ما انت بتقول بس انا بقول لك عشان خاطري معلش ارسمها لي كلها احيانا بس انا عايزك ترسمها لي كده احيانا بتبقى طريقه من البرزنتيشن ان انت ترسمها دوت لاين عشان هتعطل يعني عشان تفهم الناس ان دي هتتشال بس انا بقول لك ما تعملهاش كده انت ارسمها سوليد لاين زي ما انا رسمت بالظبط فيها مشكله؟ اخر حاجه عايزين نعملها عشان نقفل الرسمه اللعينه دي ان احنا نقف على كل كورنر من الكورنرز بتاعت الارض ونبتدي نعمل ربع دايره، تعالى نفتكر احنا عملنا ايه هنا؟ نعمل مخروط يعني. هنا احنا بنقف هنا بالبرجل ركزوا معايا بقى وقفنا هنا بالبرجل فتحنا البرجل
قد البتاعة دي حتى لو قلت لك ساعتها ايه؟ سبحان الله المسافة دي قد المسافة دي. لما جينا عملنا الربع دايرة هو جزء من المخروط يعني سبحان الله لا زي هنا ولا زي هنا. تعالى نطبق نفس البروسيدير هناك. هنطبق نفس الخطوات هناك. كل اللي انا عارفه ان ده السنتر بتاع المخروط بتاعي. صح؟ كمان اللي انا عارفه ان انا عايز اوصل دي بدي. لو سبحان الله دي صعب تحصل يعني. حطيت البرجة لقيت المسافة دي قد المسافة دي. انا حظي كويس جدا في الامتحان هعمل ربع دايره وعادي وخلاص وراها. لكن مش ده اللي هيحصل. هتيجي في الامتحان تلاقي حاجه شبه كده ان ده لينس وده لينس تاني. هتيجي تعمل ربع دايره تلاقيها كده. تيجي تاخد دي ربع دايره تلاقيها كده. فهنا بقول ايه؟ يعني لو كانوا المسافتين دول ايكوال زي دي خير وبركه كنت هتعمل المخروط بتاعك وتروح وخلصت الامتحان. لكن اللي هيحصل ان المسافه دي او الريديوس ده المسافه دي حاجه والمسافه دي حاجه. فانا عايز برضو دماغي جزمه ان انا هنا اعمل كون مخروط ده السنتر بتاعه واوصل دي. عندنا بقى حلول كل حل فيهم بجزء من الدرجه. اللي عايز ياخد الفول مارك تمام يحاول يجيب وهو بيقول لكم ازاي نقطتين مساعدتين على الكيرف. يعني انا عارف ان دي بدايه الكيرف ودي نهايه الكيرف ودي السنتر. لما عايز ياخد الفول مارك يحاول يجيب نقطتين في النص مساعدتين ويوصل الاربع نقط مع بعض ويخلص. معايا؟ اللي عايز ياخد جزء اقل شويه من الدرجه بدل ما يجيب نقطتين مساعدتين على الكيرف يجيب نقطه واحده ويوصل دي بدي بالثلاث نقط. اللي عايز ياخد جزء اقل من الدرجه ما يجيبش نقط مساعده خالص ويوصل دي. على حسب واحد في الامتحان انا مش بهزر والله. في الاخر مثلا انا لما باجي احط اوسع الدرجات مثلا باجي اوسع الدرجات في حته زي دي في الامتحان بحط عليها درجتين. اللي عاملها بيرفكت وجايب نقطتين ومش عارف ايه ياخد الدرجتين. اللي جايب نقطه واحده حسب بقى حالتي النفسيه ياخد درجه ونص يا درجه بس تبقى حالتي النفسيه دي ثابته على الدفعه كلها. يعني الاول وانا بوسع الدرجات هتبقى درجه ونص او درجه. واللي هيرسمها فيها مثلا ياخد نص درجه اللي مش هيرسمها خلاص هياخد زيرو. فاهمين قصدي؟ فانت ترسمها حتى لو انت ما جبتش نقط مساعده احسن ما تسيبها فاضيه خالص. تمام؟ اتفقنا اول حل وصل دي وكمان عشان تضحك عليا يعني انت فاهم؟ اشرب المخروط من العالي للواطي ولا من السن. لا ما هتتجاوب لو انا عايز اجيب نقطه مساعده هاخد الحته دي اكبرها لكم بره عشان بس اعرف نجيب. لو انا عايز اجيب نقطه مساعده هعملها ازاي؟ انا عندي ادي الايدجز بتاعت الارض بتاعتي انا بكبر بعمل زومنج دلوقتي على الحته دي معايا؟ فدي الايدج بتاعتي وده السنتر اللي احنا عايزين نلف منه. كان عندي سايد سلوب الناحيه اللي جايه كده والسايد سلوب الناحيه اللي جايه وعايز اوصل دي. كل اللي انا هعمله عشان اجيب نقطه مساعده واحده على الكيرف اقف هنا في المرجل اخد الطول الصغير ده اعمل منه ربع دايره على الطول الكبير. الخطوط دي خطوط عمل خطوط خفيفه. هتشوفها غير انا وانت يعني ما بقاش نحت في اللوحه زي ما بتنحت. تمام؟ واقف هنا في المرجل فتحت قد الريديس الصغير وعملت ربع دايره. قول لنفسك في الامتحان ان المسافه من هنا لهنا هي دي بنت اللذينه هي دي اللي عامله القصه. هي دي اللي عامله الازمه ان هي لو مش موجوده خلاص الربع دايره ده هيقفل مع دي وخلاص خلصنا. فخد المسافه بين اللذينه دي نصها. وقفت خدت الطول الصغير عملت ربع دايره خدت المسافه الفرق بين التو رينجز دول ورحت نصها. زي ما نصبت المسافه دي نصف الزاويه دي. يعني زاويه 90 درجه يبقى 45 45. اقف هنا بالبرجل افتح البرجل بتاعك لغايه النقطه اللي في النص اللي احنا جبناها اعمل منها قوس ربع دايره لغايه ما تخبط ونصف الزاويه. يبقى دي النقطه المساعده اللي انا عايز اجيبها. فلما اجي اوصل بوصل الثلاث نقط دول مع بعض. تاني انا قلت ايه؟ خدت الطول الصغير يعني قست الطولين دول شفت مين فيهم الطول الصغير. ركزت هنا بالمرجل خدت الطول الصغير ده حطيته على الطول الكبير. المسافه الفرق بين الاثنين نصبتها وبالتالي نصبت الزاويه. وقفت هنا بالمرجل تحت لغايه النقطه دي حطيتها على نصف الزاويه. بقى عندي نقطة مساعدة هي على الكيرف بوصل الثلاث نقط دول وبعدين طنشت. ثلاث نقط اللي هي البداية والنهاية والنقطة المساعدة اللي أنا جبتها.
تمام؟ نفس الكونسبت ده ما تسألنيش. نفس الكونسبت ده لو انا كنت عايز اجيب نقطتين، كان يعني عندي مثلا سايد سكرول الناحيه دي كده والسايد سكرول الناحيه دي كده، اتكلم على ايدج اللي فوق مثلا، لو عايز اجيب نقطتين مساعدتين نفس الكلام، هاخد الطول الصغير واقف هنا بالمبنى، هاخد الطول الصغير واحطه على الطول الكبير. المسافه دي بقى هقسمها على ثلاثه، يعني هجيب عليها نقطتين تقسيم، يعني هقيس المسافه دي بالمسطره واقسمها ثلاث اجزاء، يبقى عندي نقطه هنا ونقطه هنا. تمام؟ زي ما قسمت المسافه دي على ثلاثه، قسم الزاويه دي على ثلاثه، يعني بالمثلث 30 60 30 30 30. تمام؟ هقف هنا بالبرجل، اخد اول نقطه تنصيف احطها على اول نص بزاويه، اقف هنا بالبرجل اخد ثاني نقطه تنصيف احطها على ثاني نص بزاويه. يبقى جبت نقطه ونقطه وانا اصلا عندي نقطتين اوصلهم ببعض، يبقى جبت الكيرف بتاعي. حد عنده مشاكل في القصه دي؟ يبقى احنا كده خلصنا المساله بتاعت المساله دي مطلوبه منكم هوم ورك. لا لا هوم ورك خلاص مفيش شغل. عايز اقول حاجه على فكره دي ارقام تاني خالص، دي حاجه تانيه خالص. في حد عنده مشكله في القصه دي؟ اللي انا قلته بس نفتكر احنا قلنا ايه؟ كان جبل وما كانش مسموح لك ان انت تلعب فيه الكونتور لاينز كمناسيبه كمسافات. ده جيفن داتا، كمان من الجيفن داتا ان انا مديك الباوندري بتاعت الارض المستويه اللي عايز تسويها على منسوب معين. كمان من الجيفن داتا مديك الكات سلوب والفيل سلوب قد ايه. صح؟ قلنا اول حاجه تعملها تبني البلان ده في اللوحه بتاعتك. تاني حاجه حدد النقط بتاعت اللوحه حفر ولا رد. اللي هي النقط اللي عندها منسوب الارض المستويه بس منسوب الارض طبيعيه. وانس حددتها يبقى حددت فين الكات زون وفين الفيل زون. او في المناطق اللي هتستعمل فيها الكات سلوب وفي المناطق اللي هتستعمل فيها الفيل سلوب. خلصنا تمسك ايدج ايدج او حد حدود الارض وتشتغل عليه حسب ايه علاقتها بالكونتور. لما كانت الايدج عموديه على الكونتور وقفنا على كل خط كونتور وحسبنا فرق المراسيم في الميل. بس قلت عشان اشيل ايدي من الايدج دي لازم السايد سلوب يكمل لغايه اخر الايدج. اذا ما كانش كامل عملت ايه؟ اعتبرت ان الايدج مكمله لخط الكونتور اللي بعدي ورسمته ومسحت الزياده. عظيم. لما تكون الارض بتاعتي موازيه او الكونتور لاين بتاعتي موازيه للايدجز خد سيكشن مساعد. ايه شروط السيكشن المساعد ده؟ اللي يبقى عمودي على الكونتور وبيقطع الايدجز بتاعتي. اخترنا مكانه في اي حته رحنا قسمناه هنا، قسمنا ثلاث حاجات: ارض مستويه، بروفايل ارض طبيعيه، من نهايه الارض المستويه بدانا نعمل سايد سلوب حسب المنطقه اللي انا واقف فيها لغايه ما خبط الارض الطبيعيه. خدت النقطه دي رجعتها تاني على الايدج، نفس الكلام تحت بقى عندي اربع كورنرز عايز اقفلهم. ازاي؟ وقت بيتسحب مني قلت هوصل دي وده السيرفر بتاعي. عندي شويه وقت هجيب نقطه مساعده، عندي وقت كويس اقفل دي مساله. يعني مظبوط هجيب نقطتين على وقت. عظيم؟ سؤال صغير يفرق ايه بقى الكلام ده؟ مثلا انا كنت قايل لك ارسم الرسمه دي بسكيل 1:100، يفرق ايه؟ لو انا جبت رسمه زي دي قلت لك ارسم الهورزونتال سكيل 1 اي كلام 200 والفيرتيكال سكيل 1:50. ده السكيل اللي احنا بتقولك ده بنسميه ديستورتد سكيل، سكيل مشوه. يعني مقياس الرسم اللي احنا كنا شغالين بيها طول الوقت قبل كده ده يونيفورم سكيل. بقول لك ارسم سكيل 1:100 بس مسكين 1:200 بس مسكين 1:50. في اول حصه النهارده قلت لك ان كل خط في اللوحه بيترسم تو سكيل ما عدا ايه؟ الميل. بس قلت لك في حقيقه الامر احنا بنرسم الميل بسكيل بس مش بنطبقه عليه لان هو نسبه فده بيروح مع ده. صح كده؟ طب ايه الفرق بقى لو انا طلبت منك ترسم ديستورتد سكيل؟ وخد بالك ان ديستورتد سكيل ده هتتعايش معاه كل السنين اللي جايه في الكليه. لان اي حاجه طوليه لازم ترسمها ديستورتد سكيل. يعني ترسم بروفايل تشانل، ترسم بروفايل طريق، ترسم بروفايل ماسوره، اي حاجه طوالي اللمس بتاعها كبير لازم ترسمها ديستورتد سكيل.
يعني انت في الاخر بتتكلم على طريق طوله كيلومترات والتغيير في المراسيك بتاعته مترات، فمش هينفع ترسمه حاجه يبقى قد كده في اللوحه بتاعتك. بتلاقينا مثلا بنرسم هوريزونتال 1 ل 1000 وفيرتيكال 1 ل 1000. فانا هنا ببتدي افكر معاك في الديستورتد سكيل وبقول لك ارسم الشيت ده بفيرتيكال سكيل 1 هوريزونتال سكيل انا اسف 1 ل 2 وفيرتيكال سكيل 1 ل 2. يفرق ايه؟ اعتقد اننا عارفين يعني ايه 1 ل 2 1 ل 50. 1 ل 2 يعني السنتي اللي هرسمه هيناظر 2 متر. 1 ل 50 يعني السنتي اللي هرسمه هيناظر نص متر. عظيم. تعالى نرسم البلان. فاكرين وانا باخد المسافات دي كنت بقول لك مش عارف 20 ناقص 21 واحد في واحد بواحد، قلت لك قبل ما تروح ترسم واحد شوف السكيل بتاعك كام؟ السكيل بتاعك كام دلوقتي؟ كان نفسي اسمع الارض ده. كان نفسي اسمع الارض ده والله. لاني فعلا السوق بيعمل الغلطه الشنيعه. ده المسقط اللي احنا واقفين فيه ده اسمه بلان، اسمه هورزونتال. المسقط ده اسمه هورزونتال فيو. فأي خط هيترسم في المسقط ده سواء كان كده كان كده كان لفوق كان لتحت احنا كله شغالين في البلان. فأي خط هيترسم في المسقط ده هيترسم هورزونتال سكيل 51. تمام؟ وصلت؟ أي خط هيترسم في المسقط ده هيترسم هورزونتال سكيل 1 ل 2. أمال إمتى يبتدي يظهر معايا هورزونتال سكيل والفيرتيكال سكيل؟ في جميع السكشنز الثانيه سواء كنت ترسم سايد فيو او كنت ترسم اليفيشن. تعالى في السايد فيو اللي احنا راسمينه ده فين الاتجاه الافقي وفين الاتجاه الراسي؟ ده الافقي الافقي كده ده كده الافقي واللي باخد فيه المناسيب ده الراسي. تعالى نشوف الافقي. مش احنا كنا راسمين الارض دي طولها 20 متر لما اجي ارسمها هورزونتال سكيل ال 20 متر دي ارسمها قد ايه؟ 10 سم. حد متضايق؟ في حد متضايق من الكلام ده؟ طب الفيرتيكال سكيل لما كنا جينا وقعنا بنسمي النقطه دي ده 20 قلت لي النقطه دي 23 يعني فوق ال 20 ل 3 متر في الحقيقه. لما اجي ارسمها هنا ارسمها بالفيرتيكال سكيل اللي هو كام؟ 1 ل 50 يبقى 3 متر ترسم قد ايه؟ 6. وصلت ولا ايه؟ 6 سم. انت اي فرق مناسيبه هتطبق عليه الفيرتيكال سكيل لكن في الناحيه دي في الدايركشن ده هتطبق الهورزونتال سكيل. وصلت؟ في حد معترض على الكلام ده؟ تعالى بقى نرسم الميل اللي كان طول عمرنا مريحين دماغنا منه وبنقول ده نسبه وما بنطبقش عليه سكيل. لما يبقى عندك ديستورتد سكيل اهم حاجه تطبق عليها الميل هو الميل. سكيل اهم حاجه تطبق عليها السكيل. انا عندي الميل هنا الميل بتاع الكارت كان 1 الى 1 صح؟ ميل 1 ل 1 معناه ايه؟ ان انت هتمشي واحد افقي وتطلع واحد راسي. دلوقتي الافقي هنطبق عليه مقياس الرسم بتاعه والراسي هنطبق عليه مقياس الرسم بتاعه. لما اجي ارسم واحد افقي، واحد افقي ده هيترسم بكام؟ الهوريزونتال 1 ل 2 يبقى الواحد ده هيترسم قد ايه؟ نص. يعني همشي نص واقول ده الواحد. الفيرتيكال المفروض انا عايز ارسم واحد، عايز ارسمه بسكيل كام؟ 1 ل 50، الواحد ده بيرسم قد ايه؟ 2 سم، همشي 2 سم واقول ده الواحد بتاعي. معايا ولا ايه؟ واشد خط كده واقطع الاثنين دول مع بعض هو ده النقطة اللي كنت بدور عليها. تمام؟ نفس الكلام تحت، انا شغال بميل 2 ل 1، يبقى الاثنين هطبق عليها هورزونتال والواحد هطبق عليها الفيرتيكال. الاثنين لما اطبق عليها هورزونتال تبقى 1 سم. والواحد لو طبع عليها الفيرتيكال هتبقى 2 سم واوصل. تلاقي لا الناس تتلم شويه. وصلت يا جماعه ولا ايه؟ في مشاكل في الديسكورتد سكيل؟ حد شاطر بقى يقول لي انا كده خلاص خلصت الرسمه دي حتى لو جات لكم ديسكورتد سكيل هتعرفوا تعملوها، بس حد شاطر يقول لي وانا المفروض بعد ما اخلص الرسمه وقفلت بلان والتاشير والكلام ده كله تاشير المفروض اسيب الرسمه كده ولا اجود؟ ايوه محتاج التجويد. حد يقول بقى المفروض اعمل ايه؟ اصلا الارض الطبيعيه اللي هي كانت عباره عن كونتور لاين بعد ما عملت الجريدنج ده بقى اللي كنت بتقولولي بقى عندي المستوى ده كله ثابت على منسوب 20 يعني المفروض ما يبقاش في حاجه هنا اسمها خط كونتور لان دي خلاص كلها بقت افقيه على منسوب 20 ف
فالصح قوي ان انا بعد ما اخلص اللفه بتاعتي امسح الكونتور لاينز من اول تقاطعها مع السايد سلوبس. امسح الكونتور لاين من اول تقاطعها مع السايد سلوبس معايا؟ يعني امسح ده مكان اهو عشان انت سالت عليه اهو. وصلت يا جماعه ولا ايه؟ في حد عنده مشكله في القصه دي؟ وانا قلت له يا جماعة يعني هو لو 60 مش هحاسبك عليه، بس الاحسن ان انت ما تسيبهوش. ليه؟ لان خط الكونتور ده بيمثل مناسيب ارض طبيعيه غير مستويه. كان في الحته دي خلاص بقى مستوى عندي افقي على مستوى 20 وكاتب عليه اللي يمثل ده 20. مثلا يا جماعه مساله زي دي راسم جزء، انا راسم بس جزء من المساله، يعني دي تبقى ارض مستويه ارض اي شكل كويس، مقفوله مربع مقفوله مستطيل ايا كان الوضع ايه. بقول لك عايزين نعمل لها جريدنج او تسويه على مكسوب 20 ومديك الكونتور لاينز ومديك مناسبها 21 22 23 ولازم اديك كات سلوب وفيل سلوب. فبرضه كاني بقول لك ان الكات سلوب 1 ل1 والفيل سلوب 2 ل1. حلو، اتفقنا ان احنا الكونسيبت بتاع الحل بتاعنا ان احنا هنمسك حد من حدود الارض اللي بنسميها سايد سلوبس وبعدين نشوف حل في الكورنرز، صح؟ فلما بنيجي نرسم للايدج بنبتدي نتعامل حسب العلاقه ما بين الكونتور لاين والايدج. احنا كده خدنا علاقتين، اما الكونتور لاين تبقى عموديه او تبقى موازنه. عايزين ناخد الحاله الجنرال ان تبقى الكونتور لاين مايله على الايدج. يعني انا جيت احل اهو لقيت ان الكونتور لاين، وانا جاي احل الايدج دي لقيت الكونتور لاين مايله. وقفت مش عارف اعمل ايه، حد يقول لي اعمل ايه؟ اول حاجه احنا كنا بنعمل ايه؟ اول حاجه عايزين نستعمل اصلا احنا هنستعمل انهي سلوب؟ كات سلوب ولا فيل سلوب؟ عن طريق ان احنا نحدد نقطه لا حفر ولا لا؟ انا هنا عندي نقطه لا حفر ولا لا؟ ليه؟ لان الايدج لو الارض مستوي 20 والكونتور لاين كله اعلى من 20، بقى عشان اوصل ل 20 في المنطقه دي كلها هعمل كات، هعمل حفر. الميل بتاعي كام؟ يبقى خلاص انت بتقول لي هنا هعمل كات بالميل واحد واحد. حل ازاي؟ حل ازاي؟ شغل دماغك. تقرش بس تطلع ايدك. ها؟ بلاش اسئله سلاح التلفزيون يعني. احنا 60 ميل واخد المسافه على الكونتور لاين بس وصل واطلع اطلع. انا حاسس ان انت هيجي منك اطلع بس كده خلاص لسه جبت الجزء من الفكره. هي كده كده كل اللي جوه ده 25 صح؟ عايز اروح 22 20 ناقص 22 2 في واحد لا لا قول لي قول لي هتمشي ازاي؟ انا حسبت زي ما انت قلت لي 20 ناقص 22 في واحد واحد طلعت 2 مرة. لما تغلبوا ارجعوا للاصل. ارجعوا لاصل الحدوته، هي ايه اصل الحدوته؟ لو انا بقول لك ده 20 صح؟ وانت خلاص عرفت من الميل واحد لواحد وانت عندك 50,000 ليفر صح؟ فتعال نبسط الموضوع، تعال نتخيل اذا كانت الارض اللي برايا دي كلها على مكسوب 22 بس. يعني بدل ما الارض اللي برايا 22 و23 و24 و25 وها ها ها، تعال نفترض ان الارض اللي بره كلها كونستنت على مكسوب 22. ساعتها السايد سلوب ده هيبقى عامل ازاي؟ 20 ناقص 22 في 2 صح ولا غلط؟ في 1 في 2 متر. يبقى همشي 2 متر وارسم خط موازي. صح ولا غلط؟
ايه اللي انا بسبته ده؟ بس سايد سلوب ما بين 20 و22 اذا كانت الارض اللي بره كلها كام؟ 22. لكن انا عندي الارض اللي بره 22 فين؟ بنقطه، مش كل الاريا 22. يعني انا بقول ايه؟ فاللي انا عايز اعمله مش انا بديك خط كونتور هنا اسمه 22 هتجيب تقاطعه مع ده، يبقى هي دي النقطه اللي انت بتدور عليها. ومين اللي كان طلع صغير شويه؟ يعني كانك مشيت اللي انت قلت لي عليه عمودي وبعدين مشيت موازي بالاتش. فاهمين حاجه؟ اللي مش فاهم تاني، انا عايز اجيب نقطه تقاطع السايد سلوب او الميل الجانبيه ما بين 20 و23. بقول لك ايه؟ افترض الارض اللي بره كلها 23. 20 ناقص 23 3 في 1 1 3. يبقى كاني همشي من هنا 3 صح؟ مشيت خط كده، يبقى ده ايه الخط اللي انا رسمته ده؟ ده السايد سلوب اذا كانت الارض اللي بره كلها كام؟ 23. وده كان 22 صح؟ هعمل ايه بالخط ده كله؟ هقطعه مع النقطه اللي فيها الارض اللي الطبيعيه على مسافه 23، يعني هقطعه مع النقطه دي. وصلت يا جماعه ولا ايه؟ بعد شويه هفترض ان الارض اللي بره 24 ناقص 20 مش عارف ايه ب 4 يبقى هيك. يبقى ده 24. من غير بقى ما اقعد احسب. ما انت شوف المسافه دي اصل كام؟ 1 متر. صح ولا ايه؟ مش المسافه دي 22 ناقص 23 1 في المين بتاعي 1 1، المسافه دي 1 متر. ودي كام؟ هي هي نفس 1 متر. 23 ناقص 24 1 في 1 1 في 1 متر. طب ودي كام؟ 25. امشي كمان 1 متر 26 مش عارف ايه 27. دي اللي بنسميها مسطره الملاسين او خطوط الكونتور الصناعيه. يعني لما تكون الاتش بتاعتك مايله على الكونتور لاين هنحلها بالطريقه الجنرال اللي هي مسطره الملاسين اللي هي ايه دي؟ امشي بنفس الخطوات. اول حاجه حدد فين نقط اللحف والرد عشان تحدد المناطق اللي هتستعمل فيها الكات والفيل. انت هنا قلت لي ما عنديش نقط لحف والرد، عندي نوع واحد اللي هو الكات. يبقى انا على طول الاتش دي هشتغل بميل 1 1 اللي هو كات سلوب. تمام؟ انا بقول لك تعالى اعمل مسطره، المسطره دي تبقى عمليه على الاتش بتاعتك. لان انا الخطوط كلها ايه بعد كده؟ تبقى موازيه للاتش. فتعالى اعمل مسطره عمليه على الاتش. بدايه تدريج المسطره دي كام؟ هو منسوب الارض المستوى اللي احنا واقفين عليه، بدايتها 20. المسطره دي انا عايزها تزيد ولا تقل؟ على حسب انت بتعمل كات ولا فيلم. فانا هنا عاد بعمل كات، يعني كل ما نسيب اعلى مني يبقى انا عايز التدريج ده يزيد. يعني عايز اشوف 21 و22 و23 و24 مش عارف ايه. طب انا 20 وعايز اروح ل 21 مع البلان. 20 ناقص 21 1 في الميل 1 1 بتاع الكات زون يبقى 1 متر. يبقى همشي 1 متر واقول دي 21. همشي كمان 1 متر واقول دي 22. 1 متر 23. 1 متر 24. معايا ولا ايه؟ 25 26 27 28. بعد كده هعمل ايه؟ هاجي من كل نقطه اعمل موازيات للاتش لغايه ما اقطعها مع خط كونتور الجبل. يعني انا عندي ادي 21 هعمل موازي للاتش، موازي للاتش لغايه ما اقطع خط كونتور اللي اسمه 21. 22 همده موازي لغايه ما اقطع 22. 23 24 25. وصلت يا جماعه ولا ايه؟ في حد مش فاهم؟ في حد مش فاهم؟ كله تمام؟ افرض سحب القرف ده كده ورجعت لك المساله زي ما هي بالظبط. ودي 20 اهي بس بقى 20 21 22 23 19 18 17 16 هتعملوا ايه؟ المره اللي فاتت كان عندي نوع واحد على الاتش، فعشان كده المره اللي فاتت استعملت على الاتش كلها نوع واحد من السلوب اللي هو كات سلوب اللي هو 1 1. المره دي انا عندي نقطه لا حفر ولا رد اهي صح؟ انا في المنطقه دي بعمل 23 كات، وفي المنطقه دي بعمل هنا هشتغل بين 2 ل 1 وهنا هشتغل بين كام؟ وصلت ولا ايه؟ يبقى هتحل ازاي؟ بمسطرتين، لان المسطره نفسها يبقى تدريجها فرق مناسيب في الميل، والمسطره اما بتزيد اما بتقل على حسب الزوم بتاعتك. يبقى انا في حاله زي دي محتاج كام مسطره؟ واحده للكب وواحده للفيلم. هاجي هنا دي بتاعت الفيلم اهو. خد المسطره في اي حته في الزوم بتاعت الفيلم بس المهم تبقى عموديه على الايدج. بدايه تدريج المسطره نفس منسوب الارض المستوي 20.
تدريج المسطره هنا هيقل 19 18 17 16. طب من 20 19 مسافه قد ايه؟ 20 19 فرق بس 2%. فرق بس 1 من 2 ل 1 2 حسب السكيل اروح ماشي المسافه وقال 19. المسافه اللي انا حسبتها اكررها تاني وقلت 13 اكررها كمان 17 16 15 صح؟ بعد كده اعمل ايه؟ اخد موازيات بس ما اطلعش بره السوم بتاعت الكات. يعني اجي هنا اجي 19 امدها مع 19 في نقطه 18 دي 18 في نقطه 17 مع 17 مش عارف ايه؟ اوصل نقطه اللي حفر الراب النقطه اللي جبتها يعني سايد سلوب. اطلع فوق نقطه اللي حفر الراب انا بزوم جديده اللي هي الكات. يبقى اعمل مسطره جديده عمليه على الايدج هنا 20 هنا 21 22 23 مش عارف ايه. التدريج ده هتجيبه ازاي؟ فرق مناسب في الميل بس الميل اللي هو كام؟ واحد واحد. وصلت يا جماعه ولا ايه؟ في حد عنده مشكله؟ في حد مش فاهم دي؟ هرسم لكم رسمه صغيره لو جاوبتوها هنروح كده. بس اصحاب النفوس الضعيفه مش معنى ان انا بعمله على الصدوره ده ان كل جريدنج ليفل او كل بتصير بتصير 20 يعني انا بالصدفه النهارده ما اعرفش ليه الرقم لازق معايا فكل ما بكتب بتصير بتصير بكتب 20 بس يعني اكيد ده مش يعني مش قانون مش لازم التسويه عشان خلاص المصحف بيتلكك يعني مش لازم اكيد التسويه على 20 فبكتب اي ارقام تمام. حد يقول الحل بتاعي ازاي؟ تطلع على طول وزن يبقى كرب دايما انا بقصد مش عارف انا وصلنا اول حاجه تقريبا 24 انا ما بعملش كده انا بقول اول حاجه بحدد نقطه لا حفر ولا رد مفيش هنا الله ينور عليك هنا هو لا ما تبقاش 20 كل طول اعلى منه يبقى هو بيعمل كات انا هنحدد المناسيب ديت هنحدد الخطوه الدفعه لو عنده الفكره هو عنده الفكره بس يعني عارف يعني مش انت جبت الفكره بس بقى نشرح بقى للناس التطبيق يعني الفكره في ايه؟ في حاله جنرال صح؟ اعمل مسطره مراسيم شروط المسطره تبقى ايه؟ عموديه على الايدج يبقى هاجي من السنتر لو ده سنتر الناحيه اعمل خط كده في اي ناحيه يبقى ده كده عمودي على الايدج معايا؟ بدايه تدريج المسطره من على حد الارض بتاخد نفس منسوب الارض مستوي يبقى دي 20 طب ال 21 فين وال 22 فين وال 23 فين وال 24 فين وال 25 فين؟ فرق مناسيب في مين؟ 20 ناقص 21 1 متر. الميل بتاع الكب 1 ل 1 يبقى 1 متر. يبقى جبت المسطره بتاعتي. بعد كده كنت بعمل ايه؟ موازي للايدج، كنت بعمل خطوط موازيه للايدج واضع خطوط الكونتور الطبيعيه اللي جت عندي، صح؟ فلقيت الموازيه بتاعت الشكل ايه؟ نص دايره، يعني هركز هنا في المركز دي 21 اروح عامل منها ربع هعمل منها دايره كده لغايه ما اقطع 21 22 هعمل منها قوس لغايه ما اقطع 22 23 هتكسر 24 وصلت ولا ايه؟ تمام؟ حد عنده سؤال؟ شكرا يا جماعه.